بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. العشق المحموم والعشق المسؤول. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 784 لقاء الخميس من ملك وكتابة. يبدأ المهندس عدلي بملحمة العشق. خير أستاذ إبراهيم، العلاقة التي تربط بين الأهلي وجماهيره في كل مكان هي علاقة حب وصل إلى مرحلة العشق. تمام. ولكن العشق على المستوى الأعم والأشمل بعضه محموم وجزء منه مسؤول، أو في ناس تحب حب محموم وناس تحب حب مسؤول. الفارق أن الحب المحموم لا يعمل العقل. أم تحب ابنها وتخاف عليه، تحضنه الرضيع، ودي حادثة حقيقية، خنقته مات في ايدها من شدة الحب، والقطة بتاكل عيالها عشان خايفة عليهم. أحيانا الحب قد يكون أنت بتحب قوي لكن ما أنتش عارف إن ده في مصلحة اللي بتحبه ولا لأ. أما العشق المسؤول فهو الذي يتناغم فيه العقل مع العاطفة. محدش يغلب التاني، لأن برضو عقل بلا حب أو عاطفة أو شغف هو جمود وبرود لا يؤتي ثماره. صحيح. طيب أنا بحب لكن لي حساباتي، حساباتي بحب أولادي. طيب الفارق بين التدليل والرعاية إيه؟ إن أنا وأنا برعى بديهم الاحتياجات اللي ما تفسدهمش، واللي تعلمهم برضو إن في جزء في الحياة لا تعطيها لك الحياة كل شيء، ولكن عليك أن تأخذ بالأباء الأسباب والسعي. وفي واحد تاني يدلع جدا وطلباتكم أوامر. فلما يوم ما يقدرش يتحول العلاقة بينهم إلى توتر ويفقد العلاقة الجميلة. إذن العشق المسؤول هو النموذج الذي ينبغي أن نسعى إليه جميعا. هكذا الحال في حب النادي الأهلي. النادي الأهلي فيه عشق من الجماهير، عشق من أعضاء الجمعية العمومية والمحبين، وعشق للمسؤولين، كله بيحب النادي الأهلي. ولكن أن يتحول الأمر إن المسؤول يبقى تحت ضغط مستمر لرؤى مختلفة، كل واحد ماسك في تفصيلة من شدة حبه للأهلي، هو مركز على شايف إن المصلحة النهاردة في الصفقات. واحد تاني الله 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 الله، أنت بتيجي ناحية الشعار إيه ده النادي الأهلي، وناحية تانية يقول لك المبادئ والقيم. الكلام ده كله بيمارس عشقه، مهم، كله صحيح، مفيش فيه حاجة غلط. ولكن وأنت تمارسه بشكل سلبي أنت بتعمل إيه بقى؟ بتضغط على ناديك، أنت بتشوه من إنجازاته، أنت بتصدر طاقة سلبية لعناصر موجودة وهي اللي هتقاتل بيها. مفيش قائد يفضل يلوم في العساكر بتاعته، ها؟ أو العكس، أو عساكر تفضل تصلح أو تنتقد قياداتها ويرجى منها نصرا. إن كانوش لحمة وكل واحد عارف إن التدرج المسؤولية ماشي إزاي، والمسؤولية ماشية إزاي، تؤتي ثمرها بالنجاح. أنا بقول مش عايزين العشق الذي يجعل المنافس يترصد ويتجرأ وياخد من كلامنا يبني عليه ويبالغ فيه ويحوله إلى شائعة تاخد النادي وجماهيره في سياق مختلف، وبعد شوية يحصل الفيدباك أو الرياكشن العكسي، إن الجماهير تتأثر بعد شوية بالحملات الدعائية المضادة. طب نعمل إيه؟ نرجع للكتالوج القديم، نثق في إداراتنا، لأن تجاربنا في الثقة بإداراتنا، أنا لا أتحدث عن إدارة كابتن محمود الخطيب تحديدا، أتحدث عن أسلوب التعامل بين إدارات الأهلي وقياداته مع جماهيرها ومع طب الإدارات دي كلها كل همها تسعد جماهيرها، لأن إسعاد الجماهير يأتي بالإيه؟ بالنموذج الصح والانتصارات. الانتصارات دي بتحطك في مكانة عالية، بتزود جماهيرك، والعملية
بتلضم في بعضها بتولد بعضها، وجماهير كتير بالدعم الحقيقي بتسند وبتحمي ناديها. هي دي اللحظه اللي عايزين الجماهير التي تحمي ناديها، حتى لو كان لدينا ملاحظات عايزين نقولها نقولها بينا وبين بعض، لكن على الورق كل يوم كل يوم تقول نفس الملاحظه السلبيه، كل يوم تقول نفس الملاحظه. خلاص امبارح بتفرج على برنامج المذيع عمال يلقح ويتكلم على الشعار وان النادي القرن، ومفهم ان هو كده يعني قفش قفشه، ها، وجايب خبير قانوني قال له لا هو الاهلي، الاهلي ما غيرش الملكيه الفكريه، الملكيه الفكريه، هو لو الاهلي راح قال لهم انا غيرت شعار بالطريقه دي يبقى تنازل عن بعض المعلومات اللي على الشعار، لكن لم يحدث هذا. ده الاهلي لما حصل التعديل بيرجع بيقول انا اخترت الشركه، هنرجع لشكلنا السابق مع تعديل عدد النجوم. اذا هو ليه قال كده؟ لانه لقى ثغره عايز يخش منها، ولقى ان كلامه ممكن يسوق عند بعض الناس اللي قلقانه. ما تاخدوش يا اولاد من الناس دي يا جماعه، الناس دي مش بتحبك. انت هتاخد من واحد انت عارف انه مش بيحبك، ولا من صفحه عارف انها تدس لك السم في العسل؟ ما انت عارف انهم مش بيحبوك، تاخد منهم ليه؟ وفي نفس الوقت ما تديهمش حاجه يبنوا عليه. انا وحضرتك بنشتغل مع بعض، لينا ملاحظات على بعض، لكن العلاقه لازم تبقى قويه، ان احنا نؤثر بالايجاب على بعض مش بالسلب والانتقاد. صحيح. حضرتك لو حبيت اولادك واتلفتهم بالتدليل وجبت لهم كل اللي هم عايزينه، مش هيقدروا يعتمد على نفسهم الا في وجودك. بعد ما اراده الله تنفذ هتلاقي الناس دي في الطل او مش مقدره اللي انت سيبته. طيب لو انت كنت صارم وما ظهرتش حبك بس عشان تبقى عنيف في تربيتك، برضه هتفقد علاقتك بيهم وتاثيرك عليهم، لانك بالنسبه لهم اب قاسي. اذا العشق او الحب المسؤول اللي فيه حسابات موضوعيه وانسانيه وقيميه ومستقبليه عميقه، هو ده النوع اللي عايزين كلنا نتعامل بيه مع بعض. احنا في لحظه النادي الاهلي تاني وتالت ملوش الا جمهوره بالمعنى الحرفي. صحيح. فمش ناقص انه يواجه جمهوره حتى لو في سلبيات. اقول لكم ايه تاني؟ حتى لو في سلبيات. لان دلوقتي انا ملاحظ يا استاذ ابراهيم في كل الملفات يعلي لك التوقعات. هتجيب مدرب يروح جايب لك سيره مدربين ياخدوا ملايين. وبعدين يجي لك مدرب تاني هما مش واخدين بالهم منه، يتعاملوا معاه بريبه. وبمناسبه المدربين، الراجل الموجود ده راجل عاقل ياخد بالاسباب، وكل وقافل على فرقته، محدش عارف ايه اللي جوه الفرقه. كل يا جماعه الهري اللي بتسمعوه ده مبسوط من فلان، زعلان من علان، ده بيقول ده بيعيد، انسوه. الراجل ده لا يتحدث، الراجل ده بيتناقش في طلبات الفريق، وعارف ايه اللي مستعجل عليه، وعارف ايه اللي ممكن يؤجل، ولا بيضغط ولا بيعمل. وعنده خط، عنده خط يا استاذ ابراهيم واحد بس، اتحرى المعلومه الدقيقه ان اللاعب ده لما يجي مش مهم يكون اكبر اسم، بس يكون يستطيع ان يضيف اضافه حقيقيه لاحتياجاتنا بشكل مؤثر، يعمل فارق. خدوا وقتكم، اللي تلاقوه وانا اشعر انه مناسب هاتوه، مفيش، مش مستعجلين، هيجي، لان الموجود هو مطمئن ان عنده ناس يقدر ينجح. يعني زعلان ولا بيضغط ولا مستعجل ولا لو ماشي زغرت ولا مضارب بوز، راجل بيشتغل بهدوء وابتسامه واثقه وبصرامه لينه، صرامه لينه، انه بيعمل اللي هو عايزه بس بهدوء من غير زعيق ولا شخط ولا نطر. والمعلومات الوارده من الداخل، العلاقه اللي موجوده بين كل الاطراف فيها ارتياحيه، فيها ناس بتروح مبسوطه انها رايحه. انت لما تقرا بعض كويس قوي، انت لما تقرا بعض التعليقات مثلا كويس انك يعني الحديث جرني، لما نيجي نقول القرار بتاع نهايه الموسم هنلعب بالمتاح من الناقهين العائدين والناشئين، كان قرارا ثبت جدواه، لان اللعيبه اللي راجعه لما تقرا بعضهم وهو كاتب
كنا محتاجين وكنا عايزين واحنا راجعين عندنا الشغف والنام والحاله البدنيه و و و وهذا كان هو الهدف. يمكن ساعتها ناس يقول لك انت رميت الفوطه بدري، بس انت كنت شايف برضو ان الدنيا راح المناخ مش هيسمح لك، فطب ما استفيد بالوقت ده بدل ما يبقى على حساب الموسم اللي جاي. ف يعني الكثير من الثقه والكثير من الدعم والكثير من ضبط النفس، لان انا بيبقى ليا تحفظات مش كل حاجه يعني، يعني لا في بقول لو انا كنت عملت، بس مين قال ان انا لازم اكون صح؟ صحيح. ما انا بقول انا لو عملت في ضوء المسموع، انا بكل علاقاتي العميقه ما اعرفش كل حاجه، في حاجات في مناطق انا ما اعرفهاش، هو النادي الاهلي كده. فنرجع للكتالوج الغامض بتاعنا، نرجع للدعم، نرجع للهدوء، ونأمل من الله خيرا بإذن الله. طيب دي أيام مباركة طيبة، إذا كنا بنحتفل بذكرى رسول الإنسانية عليه أفضل الصلاة والسلام المولد النبوي الشريف، كل سنة وحضراتكم طيبين ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بكل خير. فمن حسن الطالع أن تأتي هذه المناسبة الدينية الطيبة مواكبة لنصر أكتوبر المجيد، وزي ما كان في 73 6 أكتوبر مع 10 رمضان، النهاردة 6 أكتوبر مع المولد النبوي الشريف. انتصارات إنسانية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصارات تخصنا بشكل خاص، أعادت الزهو والكرامة والهيبة إلى مصر. رحم الله أنور السادات بطل الحرب والسلام. كل سنة ومصر بخير، كل مصر وقوات، كل سنة وقواتنا المسلحة الباسلة في أحسن صحة وعافية وقوية وعافية، واحتفالات يوم النصر العظيم. بسم الله، الله أكبر. بهذه الصيحات التي اعتمد فيها المصريون على الله سبحانه وتعالى وتحلوا بالإيمان واليقين والعزيمة والإخلاص لبلدهم، وخرجوا حاطين حياتهم على كفوفهم، حققوا النصر الذي أبهر العالم. يا أستاذ إبراهيم، كل سنة ومصر طيبة، وكل سنة وقواتنا المسلحة بكل خير، وكل سنة والشعب المصري والعرب اللي احتفل بنصر أكتوبر في زهو وفخر بمصريته وطنيته وبعروبته كمان. امبارح النادي الأهلي احتفل احتفال كبير بنصر أكتوبر العظيم، مقر النادي في الجزيرة، وتواصلت الاحتفالات أيضا النهاردة. احتفالية كبيرة كانت في مقر النادي في الجزيرة إحياء لذكرى نصر أكتوبر المجيد، وتتواصل خلال الشهر الكريم، الشهر العظيم، شهر الكرامة ورد الاعتبار للوطن، هتتواصل احتفالات لجان النادي الأهلي بهذه الاحتفالية أو هذه المناسبة الوطنية الكبيرة. امبارح كان حفلة كبيرة في النادي في الجزيرة يا باشمهندس. طبعا، وهو النادي الأهلي طبعا هو دي المناسبات اللي بيهتم إنه يرصدها ويعني يحتفل مع مصر بيها بطبيعه الخاص، واعتقد ان كانت يعني احتفاليه كبرى داخل النادي الاهلي. اهو واضح نشهد جانبا منها على الشاشات. استمتع بها الاعضاء وعاشوا مع بلدهم لحظات رائعه من استرجاع ذكريات هذا اليوم الرائع. والشيء بالشيء يذكر أستاذ إبراهيم، ونحن نتحدث على العشق المحموم والعشق المسؤول. لو تذكر أن الرئيس السادات وفي خطة التمويه اللي الناس ما بقتش فاهمة إيه، لما جه قال الحرب هتبقى في السنة الجاية، بعدين جه قال لهم الضباب السياسي ما سمح لناش، فابتدت الناس تطلع نقط. وبعدين طرد الروس، كانت الناس قلقانة جدا، لكن بعد شوية إيه اللي حصل؟ لما شافوا النتيجة على الأرض قالوا يا سلام على التكتيك والخطة. إذن ما يراه المسؤول لا يراه العامة. أسمعك صوت الحفلة والكورال؟ طب نسمع. طيب ده جزء من الاحتفال والكورال. هنسمع ولا في صعوبة عشان نقول للناس بس؟ طيب في صعوبة. أستاذ إبراهيم، هو ده اللي أنا قصدي عليه. قد تبدو الأمور واخداك في سكة، لكن حقيقة الأمر مقصود بيها حاجة تانية. أي. مش عايزين ننزعج من كل حاجة، طالما إن القيادات بقى خلاص، خصوصا يعني أنت بعد ما يتحقق نصر أكتوبر
لما جت الثغره ايه اللي حصل؟ الناس وثقت في قيادتها. ايوه. عرفوا ان هي دي ملعوب علشان يعملوا بيه حوار سياسي مش اكتر، لكن الانتصار تم وتحقق. احنا حطينا القدم التي سمحت لنا بعوده كل الارض. ايوه. فعلينا دائما يعني الحقيقه ان نثق حتى في التعامل مع الازمات. ما هو على فكره المطلوب امبارح والمطلوب النهارده. لما تشوف قيادتك بتشقى وبتتعب وبتنجز على ارض الواقع ولكن لاعتبارات تسود العالم هناك ازمات مش مصر المسؤول عنها، ولكن العالم هو الذي يعاني منها. كورونا والحرب البيولوجيه اللي بين الصين وامريكا، الانسانيه بتدفع ثمنها والعالم بيدفع ثمنها. الحرب في استعراض العضلات بين روسيا والغرب وامريكا، العالم بيدفع ثمنها، ودائما يخرج الامريكان فائزون. الدولار هو اللي عمال يكسب والعالم كله عمال يخسر. طيب، عما جرى في هذا الحفل الكبير في النادي الاهلي امبارح، معنا على الهاتف الاستاذ وليد مبروك متولي، رئيس اللجنه العليا للجان النشاط بالنادي الاهلي. استاذ وليد، مساء الخير وكل سنه وانت طيب. بخير يا استاذ ابراهيم. بخير يا باشمهندس عدلي، كل سنه طيبين. وبمناسبه طبعا 6 اكتوبر يوم العزه والكرامه، وبمناسبه المولد النبوي الشريف ذكرى مولد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. قول لي امبارح ايه فقرات الحفل والدنيا مشيت ازاي؟ والله يا استاذ ابراهيم، يعني احنا طبعا يعني النادي الاهلي يعني في الحاجات اللي زي دي، زي ما الاستاذ باشمهندس عدلي كان بيقول من دقيقتين، يعني دي حاجه مش جديده على النادي الاهلي ومش غريبه عليه. يعني لما نيجي في يوم زي ده، يوم بيمثل اي حد مصري وخصوصا الناس اللي عصرته زي حالتنا، يعني الذكرى في دماغنا ما بتروحش يعني، فلازم اوتوماتيك احنا يعني ما فكرناش. يعني الفكره على فكره طلعت من لجنه الشباب، وده كورال شبابي تابع لجامعه عين شمس اسمه كورال روح الشرق، وكانت بعد كده اللجنه الثقافيه اللي تبنت الفكره، واستاذ خالد جلال طبعا بمجهوداته هو اللي تواصل معاهم وجابهم لنا في الوقت اللي هم كانوا مزدحمين فيه جدا بالطلبات يعني، وجم ليله 6 اكتوبر اشتغلوا شباب زي الورد، بيوصل رساله انه شباب وعنده روح الوطنيه وبيغني اغاني وطنيه، والمسج مشتركه وان احنا في النادي الاهلي بنحتفل بذكرى يوم يعني من اعظم ايام التاريخ يعني في مصر والوطن العربي. تفكير حكيم انك تستغل الفرصه دي وتقدم شباب بيقدم لون جديد من الوان الغناء. مش سهل ان شباب يعمل كورال على هذا المستوى وشاب بيقودهم بشكل اوركسترالي يعني. هذا التشجيع الدائم هو ده رسالة الأهلي المجتمعية لكل المواهب في كل الاتجاهات. يا أستاذ وليد، كيف تلقى وتقبل واستمتع أعضاء النادي الأهلي بهذه الاحتفالية؟ هو الحقيقة أنا من امبارح للنهاردة يعني بأقابل باللوم والاتهامات من الناس اللي ما حضرتش الاحتفالية من كتر ما سمعوا عن جمالها وانسجام الناس فيها، والناس بتلومني إن احنا ما وصلهمش او ما عرفوش ان في احتفاليه، مع ان النادي كان تقريبا في بعضه والناس كانت منسجمه وبتزغرط وبتسقف وبتهتف وكل حاجه. الولاد دول قعدوا تقريبا ساعتين الا ربع يعني متواصلين بيغنوا بمنتهى الحماس، وكانوا عندهم قدره يكملوا والله، بس احنا اشفقنا عليهم في الاخر يعني. الناس كانت طبعا سعيده جدا، وانت عارف يا باشمهندس عدلي ان الاغاني الوطنيه دي مجرد ما بتبتدي تتقال ما فيش حد فينا مش حافظها من اولها لاخرها يعني، ما بيقولها معاهم كانه بالظبط كان بيغنيها يوم ما اتعملت الاغنيه. انت بتفكرني بايام الاستعدادات وحرب الاستنزاف، وعندما يعني كان الجميع يلهو وكنا شباب يأسين ان في حرب وكانت الدنيا واخدانا، واذا بمحمد نوح يطلع بلدي يا بلدي يا بلدي، لدرجه انه كان بيغني في الملاهي الليليه، كان الناس بتطلب منه الاغنيه دي ويقعدوا يغنوها معاهم الشباب خصوصا يعني، ويتفاعلوا بيها. وهنا قيمه الفن عندما يعني يكون رد فعل مسؤول لظروف الوطن. فانا عجبني فكره الفرقه دي جدا، واتمنى استاذ وليد ان النادي الاهلي يكون عنده روح الاهلي فرقه تانية على هذا المستوى
من هتلاقي مواهب في النادي الاهلي، وهتلاقي شغف ان الاهلي يعمل فرقه للفنون في زي زمان ما كان عنده فرقته المسرحيه والغنائيه و ويبتدي النادي الاهلي بقى يقدم خدماته لاعضائه في كل اتجاه. انا عايز اقول لك بس قبل ما نروح لدي، انت حضرتك اتكلمت على فتره الاستنزاف. انا من الناس اللي عشت فتره الاستنزاف دي من وانا عندي سنه لغايه وانا عندي 7 سنين. والدي 6 سنين رحمه الله عليه مش موجود في البيت، بيجي يوم في الشهر. وفاكر كويس قوي قبل الحرب بفتره صغيره كده كان عمل مداخله في الراديو، كنت انا كبرت بقى شويه، واهداني اغنيه ابنك يقول لك يا بطل في الراديو. ودي كانت من الحاجات يعني انا بس افتكرتها، وحضرتك بتتذكر ايام الاستنزاف. يعني احنا امبارح واحنا قاعدين في الحفله انا وخالد جلال كنا قاعدين جنب بعض، المخرج طبعا الكبير خالد جلال رئيس اللجنه الثقافيه في النادي المبدع يعني خالد جلال، وهو مايل عليا وقال لي ما تيجي نعمل كورال. الله، النادي بقى. طيب شفت بقى، هو في كورال تابع لاداره المكتبات والانشطه طبعا، لما هنبتدي ندخل في اللجان ومع خالد جلال ونكبر القصه دي ممكن نعمل حاجه فعلا بالحجم ده ونشتغل عليها، ويبقى فعلا ده نوال لحاجه تبقى بعد كده يطلع منها مواهب كبيره لمصر. يعني يطلع منها اهلي جاب تالنت يا ابراهيم، اهلي جاب تالنت، الاهلي يمتلك المواهب يتفتن منها برامج يتفتن، لان عندك مواهب في الرسم وفي التمثيل وفي الموسيقى وفي الادب وفي كل اتجاه. يا ريت يبقى النادي يتبنى اكتشاف هذه المواهب ويتيح لها فرص الظهور والنجاح باذن الله ان شاء الله. هو الاداره التنفيذيه طبعا مشكوره برضو دكتور سعد شلبي طوال الشهر تقريبا من خلال العلاقات العامه كمان وبعيدا عن اللجان، في طول الاسبوع يعني في كل الفروع كل جمعه وخميس وجمعه يعني هيبقى في حاجات خاصه ب 6 اكتوبر والاسبوع الجاي المرعشلي عشان مولد النبي والاسبوع اللي بعده المرعشلي، في كل الفروع يعني هتبقى ان شاء الله في حاجات دسمه طول الشهر. يعني هي سلسله من الاحتفالات. على فكره بالمناسبه بكره وبعده عندنا ماراثون بالدرجات عاملاها لجنه الشباب على اسوار الشيخ زايد بكره الساعه 7 الصبح باعلام مصر، هيلفوا حوالين النادي ويعملوا ماراثون. اعمل حساب الباشمهندس عادل معاك في عالم. عادل هينزل هيتفرج عليهم من البلكونه. اعمل حسابي في عالم عشان وانا واقف في شباكها كده الوح بيه ليكم. انا هاجي افطر معاك يا باشمهندس نتفرج معاهم عليهم من البلكونه ان شاء الله. هو هيحكم الماراثون من البلكونه. نحكمه مع بعض. لا يعني احنا عشمنا في حماس الشباب وابداعاته وثقتنا في قيادتك لهذه اللجان انك باستمرار تقدم اهلي متكامل في الجانب الذي لا يراه العامة ولكن يتأثر به المجتمع إن شاء الله. شكرا على ثقتك دي طبعا وثقة أستاذ إبراهيم وكلامكم الجميل دايما يعني عندنا الحمد لله. لا لجان نشاط هايلة وبالتوفيق إن شاء الله يا أستاذ إبراهيم. مجهود كل الناس اللي في اللجنة العليا واللجان كلها يعني في الآخر ما حدش بينجح لوحده طبعا. بالظبط كده، إحنا في النادي الأهلي بننجح ببعض وهم الناس اللي في الآخر هم اللي شايلين الشغل وهم اللي بيعملوا الحاجات كلها، وإحنا في الآخر بنتصايط على حسهم زي ما بيقولوا يعني. انتوا بتهيئوا لهم الفرص، انتوا بتقوموا بالعمل الاداري والتنظيمي، هم بالابداعي طبعا مفهوم، وربنا يوفقك ويديك على قد اخلاصك للنادي الاهلي باذن الله. ربنا يخليك. شكرا. شكرا جزيلا للاستاذ وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان بالنادي، وهذه الاحتفاليه اللي تفاعل معاها الاعضاء بحب شديد. الناس يعني بتتنشأ على حاجه تديها طاقه ايجابيه. صحيح. والايام دي ايام هذه الانتصارات الانسانيه والمصريه والعسكريه والسياسيه هي الهام ايام ملهمه. نبع الطاقه الايجابيه كلها. ايام ملهمه ومصدره للطاقه الايجابيه. صحيح. وتاتي تزامنا ان الاهلي في كل مكان يا استاذ ابراهيم، ولا انت مش مجهز لنا حاجه؟ صحيح. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، وكل سنه ومصر بكل خير وصحه وسعاده وعافيه ومنتصره دايما ان شاء الله. الحلقه 784، هذه ابرز عناوينها. مقالي ومقالوا ايامك يا اهلي. والغربال بسم الله نبدأ. وبعظمة لسانه سكوت
العلم هيتكلم. والشموع الحمراء عن محمد شريف صبري باشا. لكن أسرار الملك عن القاطرة. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. طيب، في الأيام السعيدة المباركة، هذه ضربة البداية المهمة مع مقالي ومقاله. أيامك يا أهلي. باشمهندس، بعثات أهلوية مهمة وكبيرة في يوم واحد في توقيت واحد. بعثة كرة القدم تسافر إلى تونس للقاء الاتحاد المنستيري في بداية دور الأبطال والحلم الكبير. تستقبلها في تونس بعثة أبطال كرة اليد اللي بيشاركوا بنجاح رائع في بطولة أفريقيا لكرة اليد. ومن الكويت تأتي الفرحة الأهلوية بأبطال السلة وانتصاراتهم مع فرحة كبيرة جدا من رابطة الأهلوية في الكويت. طبعا بدأ هذا الشهر بمجموعة من التحديات والمواعيد الكبرى للرياضة في النادي الأهلي. الكل يترقب هذه البدايات، الكل يترقب ماذا سيفعل أوجستي بعد الاحتكار الفني والنتائج الرائعة التي حققت الموسم الماضي. أي. في ظل بطولة استعد لها جميع الفرق المشاركة. يعني كل الفرق دعمت بالتدعيم قوي جدا. أي. والناس تنتظر بلهفة وتفاؤل. أي. أداء كرة السلة، وهذا التفاؤل بيخوفني لأن بيبقى فيه مسؤولية كبيرة جدا، لكن بإذن الله يكونوا على قدر الثقة. كرة اليد تخوض واحدة من أهم المباريات المصيرية لمستقبلها القريب، حيث يلتقي الفريقان الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا غدا. لأن الزمالك حصل حاجة غريبة، الأهلي تصدر فالزمالك خسر طلع التاني. واحنا فرحانين بالسلة والجماهير الأهلوية فرحانة بالسلة. معانا من الكويت الأستاذ طارق أنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق لكرة السلة. مساء الخير يا أستاذ طارق. مساء النور يا أستاذ إبراهيم، إزي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. منورين. مع انك يا استاذ طارق مش طويل قوي، لكن ترقصت هذه البعثه المهمه، فقالوا لي انك بتاع ثلاثيات جامده قوي. خلي بالك دي مشكله كبيره قوي، يعني صور كده بحاول اقف على جنب. تقف بعيد شويه عنهم. مش عارف هتتصور معاهم ازاي دول يا استاذ طارق. بص تبقى مشكله كمان. جامد قوي. لا خليك صانع العاب، يعني ده هيناسبك قوي. احكي لنا من اول نزولك من المطار كده، هل الاجواء كانت قريبه من الدوحه مثلا وابو ظبي، الحاجات اللي حضرتها دي مع الكوره؟ الدوحه يا باشمهندس انت واستاذ ابراهيم، والله جمهور الاهلي ده جمهور عظيم. يعني فوجئنا والله بعد ما خرجنا من المطار بالاستقبال الحافل من الاهلاويه في الكويت بطريقه لا تتخيل. يعني المجموعه كانت موجوده قبل البوابه، مجموعه ثانيه بقى كبيره بره. يعني ولما رحنا الفندق برضه لقينا مجموعه من التنظيم قدامي. جمهور عظيم جدا جدا جدا. وبرضه الماتش اول امبارح احنا في الماتش، برضه ده كان وقت شغل، يعني المفروض بالنسبه ليهم في عدد برضه اللي قدر يجي. المجموعه اللي كانت حاضره مش ممكن، يعني كان قاعد معايا الاستاذ مجدي ابو فتيخه وكم حد من الاتحاد العربي، فكانوا عاملين عليهم ان الاهلي بيدي طعم تاني للبطوله. وده الحقيقي هنا ما شاء الله، يعني حاجه لا تتخيل حضرتك فرحه. يمكن فريق كره السله ما استمتعش بهذه المؤازره والمنظر ده قبل كده، فارجو ان يكون ده يعني صدر لهم حاجه جميله. يعني شباب زي الفل ما شاء الله، معاهم مدير فني خطير، كلهم متفائلين للامانه لما شافوا المنظر ده. يعني حتى بيسالوا بيقولوا انا امال الكوره ايه اللي بيحصل؟ بحكم يعني كره القدم اللعبه الشعبيه دي. طيب الفريق نفسهم كانوا بيقولوا كده، ايه ده الاستقبال ده؟ الفريق بدا المباريات بتاعته يا استاذ طارق،
الاهلي بدا بالفوز الكبير على الميناء اليمني دبل سكور تقريبا، يعني 152 او 132 132 بكره. هو بص حضرتك يعني هو احلى ما في الموضوع هو الجديه، يعني ما فيش استهانه باي مره. تمام. هو بيترقى في النهايه توفيق ربنا سبحانه وتعالى يعني، فانت تدعو ربنا ترجع واخدينها بجديه، يعني كان معروف ان في بقى فروق مستوى جامد الفريق الاولاني، ده كان تخيل احنا رحنا الملعب قبلها بساعتين تقريبا. يعني الفريق اللي قدامنا ما كانش نفس الحكايه يعني، قبل حاجه بسيطه من دوت، لا كل الامور متاخده بجديه في كل ماتش يعني. دي بكره ان شاء الله ماتش الغراقه القطري، وان شاء الله يوم ده بكره الساعه 2 الظهر مش كده؟ الغرافه بكره الساعه 2 الظهر. بتوقيت القاهره. هيبدأ على التوقيت اعتقد رياضيه ودبي. ايه الفرق بين بين اجواء البعثه في كره القدم والبعثه في كره السله؟ هل في تشابه؟ هل في خلاف اختلافات؟ احكي لي كده يعني ايه اللي حسيته وانت مع فريق كره السله؟ يعني هو طبعا كل قطاع في النادي يعني ليه برضه خصائص معينه، لكن بيشتركوا كلهم في حته الحمد لله الانضباط، يعني انضباط النادي الاهلي ده موجود في اي حد. اذا هو ده اللي كان يهمني اسمعه الحقيقه، ان نفس الروح ونفس الانضباط. طبعا الحمد لله متواجده فيهم كلهم، يعني ما فيش حد عنده اي خروج على النص ولا اي حاجه، الحمد لله حاجه بتريح اي حد بالوصول على البعثه يعني. ردة الفعل بقى على الإعلام وعلى الأجواء وعلى المنظمين وعلى الفرق من وجود النادي الأهلي بالشكل المحترم ده، قدرت ترصدها؟ لا جامد، لأن يعني على طول يعني وقت الماتش وبعدها في اتصالات كتيرة من الإخوة الإعلاميين المتواجدين هنا، سواء الإخوة الشرعية أو المنظمين على البطولة، يعني كلهم يعني الحمد لله واخدين رونق وجود النادي الاهلي، ده حاجه بتدي طاقه البطوله ومدي حياه اكثر جوه عند اخواتنا الكويت يعني بالنسبه للبطوله، يعني وجود النادي الحمد لله يعني اسم النادي الاهلي اسم كبير. اخطر الفرق يا مشارك في طابع معين. طب اخطر الفرق في 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 وصلك مؤشرات كده من الجهاز الفني؟ بدردشت مع حد قال لك احنا الفرق اصحاب الحظوظ المتكافئه او المنافسه قدروا يعني يدوا لك؟ هقول لحضرتك هو عندنا هو ده الدور التنفيذي اللي المفروض بيخلص بكره، تخش بقى كده 16 اللي هو بيفيدنا ان شاء الله، هو كل يعني المجموعه دي بتتاهل كلها 16 مع اختلاف الترتيب. يعني هو احنا يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله في اول بتلعب الرابع المجموعه الاولى المجموعه الثانيه وهكذا، كل بالترتيب بيقابل. ف ان شاء الله من الدور الجاي هو فرقه كبيره على فكره، هي البطوله قويه. احنا نسمع الناس صوت الجمهور والهتاف بتاعه؟ لا وشوف العدد الصوت عشان نسمعه مع الناس. استاذ طارق استقبال اعتقد الحمد لله على نعمه الاهلي. قول لي الجمهور ده موجود في كل مباراه مع الفريق وتدريباته مش كده؟ التدريبات يعني برضه انضباط جمهور النادي الاهلي رهيب، يعني كان حد من المسؤول عن الرابطه هنا لما بتوديه في الكويت كلموني وقالوا لي احنا عندنا فكره ان المدير الفني ما بيفضلش يعني يكون التدريب يعني ما يكونش فيه جمهور هم من نفسهم قالوا للأمان انا يعني كويس اللي بيقولوا لي كده يعني الانضباط حتى في الجماهير في الماتش ما شاء الله لا 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 جمهور عظيم يعني، فقالوا لي فاحنا هنفضل ان احنا الماتشات بس في المباراه كان له حضور جمهور كويس. انا سمعت المعلق بتاع المباراه الحقيقه كان بيتكلم بيقول لك ده جمهور يخوف. لا ده قال تعليقات
هايله عن الفرقه وعن الجمهور الحقيقه. يعني هو 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 الجمهور بيدي ثقه ما شاء الله، يعني الجمهور حاجه تفرق. تمام. يعني فعلا جمهور الاهلي زي ما اتقال فيه قصائد شعر. الاهلي بيشارك كحامل لقب، العلاقه مع الاتحاد السكندري موجوده عندك في التواصل بين البعثتين؟ اه طبعا، وتقابلنا لان كان عندهم ماتش بعدين على طول. طبعا طبعا، يعني كل الترحيب و يعني ممثلين مصر والمصر احنا ونادي الاتحاد قدمنا سبورتنا بيه الحمد لله، علاقه متميزه. وحقق هو رخر فوز كبير برضه في المباراه الاولى، ان شاء الله نشوف حاجه كويسه من الفرقه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. دي ده جانب من المباراه، وانت واتكلمنا ده جانب من المباراه بحضور الجماهير، اعظم نادي في الكوره. طيب بالنسبه للحاله الصحيه الفرقه الحمد لله كلها بخير. اه الحمد لله، وكان في النهارده كان في عيد ميلاد، كانت الاجواء جميله نجم الفريق، وكان كله بيحتفل يعني الحمد لله. بعد شايف الحاله النفسيه والمعنويه دي كلهم ممتازه الحمد لله. انت عندك الجمعه الغرافه القطر الساعه 2، ويوم السبت ان شاء الله الساعه 4 مع الرياض اللبناني، مش كده؟ اه بتوقيت القاهره، يعني 2 دي بتوقيت مصر ان شاء الله، 3 بتوقيت نحن. ده عيد ميلاد عبد الرحمن اهو. عمرو زهران. عمرو زهران عامل بطوله حلوه الماتش اللي فات، يعني مسجل 30 نقطة بسم الله ما شاء الله، يعني ان شاء الله هم كلهم زي الفل، ويعني بيجمعهم كلهم العمل الجماعي، كلهم تيم ورك جامد، الفريق كله على اعلى مستوى. بالتوفيق كل سنة وعمرو زهران طيب، ودايما موفقين ان شاء الله، ونحتفظ باللقب ونرجع مظفرين باذن الله. شكرا جزيلا ان شاء الله يا رب. شكرا للاستاذ طارق. شكرا جزيلا للاستاذ طارق انديل، عضو مجلس اداره النادي ورئيس بعثه فريق كره السله في الكويت. البطوله المره دي يا استاذ ابراهيم مختلفه عن اي مره سابقه. كل الفرق داعمه نفسها، تدعيمات من التصنيف يا الاول يا الثاني. وهو جوسي يعني اختار اختيارين اثنين، ايوه، واحد للبطوله وواحد هيستمر معانا. فكوادي ده كان موجود السنه اللي فاتت، ايوه، الجديد والتر هود، ايوه، وهو يقدم او قدم اداء والناس مستبشره به خير، فنار استنادا ان عنده عناصر كويسه من صفوف النادي الاهلي، وقدم لنا شباب رائع زي عمرو زهران وعبد الناصر اظن، شاب رائع جدا. عموما نتمنى الخير، ولكن ليست كرة السلة وحدها تخوض كرة اليد. كرة اليد وكرة اليد هنا الخصوصية، حجم الدعم وحجم الاهتمام كان كبيرا جدا، ومن ثم حجم التفاؤل، وجاء ماتش السوبر المصري مخيبا، ولكن الأداء في البطولة دي ربما يعيد ثقة كبيرة جدا لهذا الفريق وحطه على انطلاقة سليمة. هو عنده ماتش بكرة مع الزمالك، بكرة 8 مساء الأهلي والزمالك، يفصل بينه وبين النهائي. نهائي أفريقيا. الزمالك انتهت منذ قليل مباراته مع كينشاسا الكونغولي، فاز 33-17. الأهلي كان فاز على ريد ستار الإيفواري امبارح، وبالتالي الأهلي والزمالك بكرة، أو النهاردة كان الأهلي وريد ستار، امبارح الأهلي فاز على الترجي التونسي وتصدر مجموعته، عشان النهارده يلعب ريد ستار الليفواري ويفوز عليه ويتأهل. بكره الاهلي والزمالك 8 مساء. البطوله دي فيها فرقتين من الجزائر، فرقتين من تونس، فرقتين من مصر. وكره اليد متمركزه بالترتيب كده، ثم المغرب بعدهم، ثلاث فرق دول، مصر تونس جزائر مغرب، بترتيب الفوارق الفنيه البسيطه. فغاب المغرب فقط، ولكن بقيه الفرق الحقيقه بتؤدي من شمال افريقيا اداء، لدرجه ان المولوديه وشباب الفرق في البطوله. المولوديه وفي عين التوته، عين التوته الجزائر. ف ف ف
فالحقيقه النهارده الترجي فاز على المولوديه وصعد نصف فرق جول عشان يقابل مين بكره؟ الافريقي فبكره بقى تصادم الاخوه. ما لسه عايز اوصل لك لدي. كانت على حساب الفرق الجزائريه وصول فريقين من تونس وفريقين من مصر. لكن حتى وانت بتجتازي الفرق الجزائريه شايف فرق جول في اخر ثانيه. المنافسه بين شمال افريقيا محتدمه. غدا هيوصل فريق مصري وفريق تونسي الى النهائي. نتمنى ان يكون الاهلي احد اطراف هذه المباراه النهائيه ان شاء الله. الاهلي كان بدا البطوله بدايه قويه جدا، فاز على فلاورز. ولكن حدث حادث مؤسف جدا. احمد هشام سيسه واحد من اهم العناصر وهداف الفريق تفقده بدري كده في ايه ده؟ حتى كره اليد كسر في الفك. ما عندكش اصابه بسيطه ابدا. يعني ولكن كل الجهات حتى كل الفرق الرياضيه المنافسه ضروه اهتموا بيه. اعتقد انه عمل عمليه امبارح. يا رب يخف ويرجع لنا بسرعه. واستدعوا اللاعب شهاب عشان يعوض هذه الاصابه. كنا نتمنى الا تكون مؤثره كده، ولكن كل الامنيات الطيبه والسلامه لباقي الفريق، وباذن الله يصححوا لنا الاوضاع ويدونا الامل اللي احنا عايزينه فيه. الحقيقه لقطه كويسه. وفد من نادي الترجي بعد مباراته مع الاهلي راح زار احمد هشام سيسه بعد الجراحه بتاعته، ظروف المستشفى بباقه الورد. لفته طيبه من مسؤول الترجي. هو الاصابه في الفك. عشان الناس تقول لك ما هو واقف اهو. يعني ده راح النهارده الملعب، حضر مباراه ريد ستار. فنتمنى له الشفاء العاجل. طيب طبعا الروح الرياضيه يا استاذ ابراهيم، اللقطات اللي من النوع ده هي اللي بتدوم، وهي اللي بتعمل العلاقات الطيبه، وهي اللي بترجم الاهداف الحقيقيه للرياضه. يعني المكسب والخساره متغير وهيروح ويجي، لكن الحاجات دي عايشه. طيب الجديه الكبيره اللي الفريق فيها حتى النهارده هم في معسكر مغلق، ف في درجه عاليه من التركيز. كان بدا الفريق البطوله فاز فوز كبير على فلاورز البنيني في المجموعه 40-11. في المباراه الثانيه فاز على وفاق عين توتا الجزائري 36-17. وبعد كده في المباراه الثالثه فاز على كينشاسا الكونغولي 39-14. واخيرا كانت المباراه المهمه على صداره المجموعه، كسب الترجي التونسي العنيد العتيد القوي 28-21. الترجي كان لسه واخد السوبر من الزمالك في المباراه القاضيه بتاعت جون غريب جدا. ده جون من اغرب الاهداف. ان الكره ثابته في اللحظه الاخيره، ممنوع تمررها، ممنوع تقفز، لازم تشوت. نادرا ما تيجي هدف، ولكنها احرز هدف رائع يعني الحقيقه. الترجي الفريق القوي متاهل مع الاهلي لكاس العالم في الانديه اللي هتكون في السعوديه هذا الشهر ان شاء الله. صعد الاهلي عشان يلاعب ريد ستار الايفواري امبارح النهارده ويفوز عليه 43-26. الترجي كسب المولوديه 26-25 بفرق هدف برضه. والافريقي اقصى عين توتا الجزائري 31-23، والزمالك اقصى كينشاسا الكونغولي 30-17. عشان يكون بكره القمه المصريه العربيه الافريقيه في، ولكن انت تلاحظ ان الافريقي نتائجه قويه. الاهلي والزمالك يعني يمكن الاضواء سلطت على الترجي لفوزه على الزمالك في البطوله العربيه، ولكن الافريقي يقدم مباراه قويه بفارق مريح من الاهداف. يعني مباراته مع الترجي مش هتبقى سهله. هي ايام الاهلي زي ما انتم شفتوا. كمان يبقى الطايره. اول امبارح الحلقه اللي فاتت احنا كنا اهتمينا بالحديث عن ملف الاهلي مع الاتحاد المصري لكره الطايره. واول امبارح الاستاذ العمري فاروق، هو احنا كمان بس عشان ما نقفش يعني ليه بنقول ايام الاهلي كره القدم على كام يوم وهتلعب المباراه الاولى هنبدا يعني فيها اكيد. ما هيبدا بس برضه عايزين نقول ان كل الفرق في مهام. انت قلت خبر كويس ان كره اليد كانت تستقبل بعثه الاهلي. صحيح. فريق الكره الطايره او النادي الاهلي في اعتراضه للاتحاد المصري على واقعه ضم لاعبه الاهلي مريم مصطفى لنادي الزمالك او توقيعها لنادي الزمالك، برغم توقيعها للنادي الاهلي مسبقا كلاعبه في النادي الاهلي وتجديد عقدها.
اول امبارح الاستاذ العمري فاروق مع مستشارين قانونيين من النادي راحوا للاتحاد الطايره وسلموا الاتحاد حافظه مستندات فيها 21 ملف يحوي كل اسانيد النادي القانونيه في حق للاعيبه، ابتداء من العقد للتحويلات البنكيه للصور لفيديو ايضا بعمليات التوقيع بكل التواريخ اللي بيثبت بيها الاهلي حقه القانوني في هذه المساله، وسلم جزء من هذه المذكره والعريضه ايضا للجنه الاولمبيه، باعتبار ان اللجنه الاولمبيه هنا دورها لازم أن يكون فعال شويه يا باشمهندس، لان انت بصدد اتحاد هيقعد على الترابيزه عشان يناقش مشكله اللي هترأس الجلسه الكابتن هناء حمزه نائب رئيس الاتحاد واللي بنتها طرف المشكله وهي والده اللاعيبه طرف المشكله، فما اعتقدش ابدا في اي فرصه لاستشعار الحرج اكتر من كده، فان الاتحاد يبت في هذه المساله باي حاجه غير الاوراق القانونيه وحفظه المستندات اللي النادي الاهلي سلمها، الامر متروك للجهات المسؤوله وعلى راسها اللجنه الاولمبيه. لم يحدث اي تسريبات منسوبه للاتحاد بهذا الشان. طيب بعد الاجتماع ده ولا عندك اي معلومه؟ هم قالوا ان لان كان في تسريبات قبل كده ما عجبتش. وتحرينا قالوا كل دي مش حقيقيه، احنا ما قلناش الكلام ده، لسه ما شفناش. هل بعد الزياره دي والاطلاع على المستندات معلوماتك بتقول ان حصل اي تسريبات بتصريحات نسبت على الموقف ده بعد هذه الزياره؟ حتى الان الامر هم الاتحاد قال ان الامر لدى اللجنه القانونيه او الشؤون القانونيه في الاتحاد، هترفع بس هترفع تقريرها لمجلس الاداره، فمجلس الاداره هو اللي هياخد القرار. لا معلش. فبالتالي النادي بيطلب من اللجنه الاولمبيه ان هي تعمل دورها الرقابي في هذا الملف تحديدا. نتمنى انه الامور تاخذ مجراها القانوني السليم. بس خلي بالك، انا بقول لكم الوضع فعلا شديد الوضوح. خلي بالك من نقطه مهمه جدا. اذا كان الوضع القانوني محسوم كما يراه الاهلي، من الخطوره العبث في هذا الملف من قبل اي حد اي مستوى رياضي، لانك في الحاله دي قد تجد نفسك مضطرا انك تروح لجهات رقابيه ما بتهزرش. نتمنى ده. اذا كانت ايام الاهلي في السله والطايره واليد، ففي كره القدم كلام كتير مهم. بعد الفاصل. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي فيه خليه العمل زي خليه النحل. انتوا شايفين عدد البعثات الخارجيه، شايفين المهام، الكابتن محمود الخطيب اللي هيسافر السبت ان شاء الله تعالى الى فرنسا في رحله علاج نتمنى له فيها كل تمام الشفاء يا رب باذن الله. لكن لغايه اللحظات الاخيره النهارده على اتصال دائم مع كل رؤساء البعثات في هذه المهام المختلفه، بيطمن على وصول بعثه الكره لتونس في تواصل مع الاستاذ العمري فاروق، وبيتواصل مع الاستاذ طارق انديل في الكويت اللي بيرأس بعثه السله، وعلى تواصل دائم مع بعثه اليد برئاسه المهندس خالد مرتجي، وبيتم اجتماعات كتيرة مهمة في تنسيق العمل قبل السفر. وزي ما أكد لي الدكتور سعد شلبي أنه حتى الإجراءات والمفاوضات اللي شغالة بشأن حقوق الرعاية، الأمور واصلة الحمد لله إلى مراحل متقدمة جدا وبشكل مطمئن بإذن الله يلبي طموحات الأهل واحتياجاته. شوف أنا أقول لك حاجة، كل اللي بيتكتب ده وبيتقال وكل اللي احنا بنقوله وكل الشغل اللي تم، أنت دلوقتي ابتديت الموسم بتدعم جميع الألعاب. أيوه. بمدربين اجانب في كل الالعاب تقريبا. رجال وسيدات. وملفات كتيره جدا، حجم الانفاق عشان الناس تقول لك بخل، لا ما بخل ايه؟ ده انت في كل الملفات وبتعتمد على مواردك فقط. اللي هي مش واصله لك بالكامل لحد دلوقتي. اذا انت بتحاول تاخد بالاسباب في كل اتجاه. حتى في الكوره الناس مش شايفه ان هو لما يكون هو رشدان ده يصنف ايه؟ صفقه من العيار المحترم. مدافع قوي جدا. ايوه. ميسي والدبيس يصنفوا ايه؟ صغيرين، لكن ما هو للمستقبل القريب جدا. زي بالظبط دخول كريم فؤاد السنه اللي فاتت. كانت صفقه مستقبليه قريبه جدا، والراجل اثبت وجوده. واصبح من الناس المؤثرين ودخل المنتخب من خلال النادي الاهلي. الناس مش واخده بالها ان كان عندك اصابات رجعت وكانها صفقات جديده بتدعم، ما كانتش موجوده. أيوة. في حساباتك. اذا المساله تاني وتالت ورابع، المساله مساله انك
اذا جبت حد بقى لازم تجيبه انت عارف ان هو هيعمل اضافه. مش هتعمل يعني مساله انك تشتري وتجرب ما عجبتش البعض. يعني انت بتجيب بالسمعه. انت لو تذكر والتر بواليا ده كان مطلب الجماهير كلها على حساب قالوا باجي وكان اللي هو في رجعوا بعد كده قالوا ازاي نسيبه. ما هو كان الناس كلها شايفه ان بواليا ابجريد لباجي. اول ما جه لا كان باجي أزاره الناس هجمته قد ايه لحد ما مشي. اتضح انه واحد ما دخلناش فيه زي بقى لنا مده. المسائل مش عايزه رد الفعل الوقتي او مع الفرصه او مع يعني عايزين ندع شويه الجانب الفني للمسؤولين عنه. انا لما بقول مسؤولين عنه مش بس لجنه الكوره والتخطيط ورئيس النادي، لا ده اولى الناس بيه الجهاز الفني. تفاصيل هنجيلها سريعا، لكن يبقى هناك كلام مهم في الغربال. بسم الله نبدأ. على بركة الله الأهلي يبدأ مشواره الحلم الكبير من تونس، ولقاء الاتحاد المنستيري يوم الأحد إن شاء الله الساعة 4 العصر بالتوقيت القاهرة. البعثة وصلت النهاردة ومعنا من سوسة الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى هناك. مساء الخير يا كريم، والحمد لله على السلامة. مساء الخير عليك طبعا استاذ ابراهيم المنينسي وكل التحيه للبشمهندس عبد القيعي، والله يسلمك طبعا وبنقول الحمد لله على السلامه على بعثه فريق النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يعني تكون انطلاقه كالعاده تسعد كل جمهور النادي الاهلي، ويا رب تكون ال 11 اهلاويه باذن الله. خدنا على سوسه بقى بالتفاصيل يلا. بالتاكيد طبعا يعني ابدا معاك من البدايه بالتدريب الاول لفريق النادي الاهلي هنا في طبعا في مقر النادي الاهلي بالجزيره اللي كان صباحا ومنها مباشره على مطار القاهره. يعني اقلاع الطياره كان في الرابعه عصرا، يمكن الرحله استغرقت 3 ساعات ومباشره وصلنا الى مطار المنستير حبيب بورقيبه. يعني اقدر اقول لك فندق الاقامه بيبعد من 25 ل 30 دقيقه. وصلنا بالفعل بسلامه الله كالعاده طبعا. يعني السفاره ومسؤولي السفاره هنا كانوا في استقبالنا طبعا مع رئيس البعثه نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ العامري فاروق، اللي يمكن قام بترتيبات كبيره جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي. الحقيقه اللي يمكن كان دورهم اكبر، لان انا يمكن هاكد على كابتن سمير والكابتن سيد عبد الحفيظ، لان يمكن هم وصلوا يوم الثلاثاء لكن وصلوا لمطار قرطاج، ومن قرطاج ساعتين الى هنا طبعا لسوسه. الفندق هنا متواجد طبعا في منطقه سوسة، فيمكن استغرقت الرحلة يعني عدد كبير من الساعات، لكن الحمد لله طبعا يعني المجهود الكبير اللي بيبذل من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في توفير طائرة خاصة في اختيار فندق إقامة يكون مميز لفريق النادي الأهلي، دي الأمور بتساعد بشكل كبير جدا لعيبة النادي الأهلي. المجلس الإدارة بيحاول يوفر كل المناخ الطيب كالعادة للاعبين عشان تركيزهم يكون كالعادة في 90 دقيقة. يا رب إن شاء الله بنأملها تكون انطلاقة جيدة جدا لفريق النادي الأهلي ويستعيد البطولة الغالية جدا على كل جمهورنا اللي تكون في دولاب بطولات النادي الأهلي مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن في نقطة مهمة جدا حابب أكد عليها، مجرد وصولنا هنا في سوسة عارف طبعا بنحاول نجمع بعض المعلومات عن الامور الخاصه بالملعب وحضور الجماهير ولتدريبنا والملعب الفرعي، كل الامور دي بتكون من خلالك. يعني هقول لك معلومه مهمه جدا، تمت الموافقه على 8000 مشجع مبدئيا لفريق الاتحاد المنستيري على ملعب مصطفى بن جنات، لكن احنا عارفين ومتعودين يعني الثمانيه بيبقوا 10 والثمانيه بيبقوا 12، كل الامور دي نادي الاهلي متعود عليها، لكن لعيبتنا عندها تحدي كبير. التركيز باين يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم الطياره من الكلام اللي على هذه المباراه على الانطلاق على اسعاد الجماهير، كل الامور دي الحقيقه مطمنانا بشكل كبير جدا ومديانا امل وحافز كبير ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقتنا جيده جدا في هذه البطوله المهمه جدا والصعبه جدا في انطلاقتها ان شاء الله. بص يا كريم، سوسه دي بلد ساحليه شبه الغردقه وفيها قرى سياحيه، وانا رحتها مع فريق النادي الاهلي كنت رئيس البعثه، وهي بالمناسبه بلد عبد الحميد شتال يعني. لكنها هي بلد النجم الساحلي، فالاتحاد المنستيري وضعه ايه بالنسبه في شعبيته بالنسبه لسوسه؟ ولا انا اظن كده انها بلد النجم الساحلي على طول، المنستير جنب سوسه على طول. فالوضع في الشعبيه ايه؟
يعني الكل مجرد الحقيقه يا باشمهندس عدلي وصلنا هنا الكل بيتمنى لنا التوفيق. يعني طبعا اكيد معلومه حضرتك صح جدا ان هم مايلين بشكل كبير جدا للنجم ده، يمكن الكل بيكلمنا هنا، لكن النادي الاهلي بقيمته الكبيره الحقيقه هنا في سوسه في تونس في اي مكان بنروحه، يعني الكل بيشجع النادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي، بيحب اللغه المصريه. يعني انت عارف طبعا المدينه هنا مدينه ساحليه، ويمكن كابتن سيد والكابتن سمير ابو مجهود كبير جدا الحقيقه في فندق الاقامه، لان انت عارف في توافد كبير جدا من السياح في بطوله تنس دوليه الحقيقه هنا على مستوى كبير جدا، ففي صعوبه شويه في موضوع الفنادق ده، لكن الخبره الكبيره تدخلت مع الكابتن سمير الكابتن سيد ان يكون في اختيار موفق جدا لفندق الاقامه هنا. لكن الحقيقه يمكن احنا وصلنا بدري ما قابلناش ناس كتير، لكن غدا مع تدريبنا الاول ان شاء الله باذن الله ليكون 10 صباحا هنا بتوقيت تونس، هيكون طبعا على ملعب فرعي يبعد عن فندق الاقامه طبعا ب 15 او 20 دقيقه. التدريب الاول يا باشمهندس عدلي يا استاذ ابراهيم بيبين وبيدينا الانطباع ان لعيبه النادي الاهلي عندها الرغبه الكبيره والحافز الكبير والاصرار من السبرنتات من الجري من الحديث من كل الحاجات دي، فيا رب ان شاء الله باذن الله اللعيبه تحافظ على بعضها بشكل كبير جدا على مدار ال 48 ساعه القادمين. تدريبه يكون غدا وبعد غد طبعا على الملعب الرئيسي، لكن بطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي يمكن مباريات الثلاث الوديه لم تذاع، يمكن ده امر طبعا كان رؤيه الجهاز الفني، لكن بطمن كل جمهور النادي الاهلي لعيبتنا مركزه بشكل كبير، ادت مباريات على اعلى مستوى، لاعبين عائدين طمنا عليهم على رسوم اكرم محمد شريف قفشه كل اللعيبه حسين الشحات كل اللعيبه الحقيقه كانت بتادي اداء مميز جدا، فكانت مكاسب كبيره جدا لمستر مارسيل كولر المدير الفني اللي يمكن حط ايده على بعض طبعا الامور الخاصه بيه اللاعبين والمهام والواجبات وكل الامور دي، فيا رب ان شاء الله يكون موفق جدا في التشكيل واختياره وادارته الفنيه على مدار الايام القادمه، وان شاء الله ال11 تكون اهلاويه. يا كريم يعني توفرت انباء عن الاتحاد المنستيري اللي هو ظهر فجاه مفاجاه في الرياضه بشكل انه هو فاز على كل فرق تونس تقريبا، على النجم وعلى ترجي وعلى الافريقي واعتقد ان ما سابش فرقه ما غلبهاش وعمل نتائج قويه جدا، ويقال انه قام بتدعيم نفسه كمان استعدادا للبطوله دي بشكل قوي جدا. هل توفرت لدينا المعلومات الكافيه عن هذا الفريق ولا هم لابدين في الدوره زي ما بيقولوا عشان يفاجئونا؟ يعني طبعا بالتاكيد اتكلم طبعا في نقط مهمه جدا يا باشمهندس عدلي، كمان عايز اقول لك ان هم بادئين كمان مباريات، يعني يمكن هم كمان بيلعبوا مباريات قبل النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي هتكون كمان انطلاقته هي يوم الاحد، لكن الاتحاد المنستيري يمكن بيجهز وبيحضر عنده حافز كبير، نتائجه كانت مميزه جدا خلال الموسم الماضي، بيدعم بعض اللاعبين، عنده كمان لاعبين كانت مصابه خلال الفتره الماضيه عادت كمان، لكن يمكن الشيء الايجابي والمهم جدا هنا في معسكر فريق النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي هو التركيز فقط لغير في 90 دقيقه، يعني مهما كانت طبعا التحديات حضور الجمهور العدد التدعيمات ارض الملعب لسه كمان، يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ تفقد ارض مصطفى بن جنات، عايزين نشوفه على ارض الواقع، يعني ممكن تلاقي النجيله عاليه، ممكن تلاقي فيه مطبات، كل الكلام ده لازم يكون على ارض الواقع، الملعب مكشوف شويه، ملعب يتسع ل 20 صغير اظن، يعني هو شبيه شويه بملعب الجونه. ايوه بالظبط صغير يعني الملعب مكشوف صغير شويه. طيب يعني 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 ما هو مؤكد الناس بخبرتها عندها كل النقاط اللي بنتحدث فيها وعامله حسابها، لا يبقى الا ان احنا نتمنى الخير. الطقس عندك عامل ايه يا وليد؟ يا كريم. تالي الطقس هيبقى زي مصر. الطقس مميز جدا في هذا التوقيت، يعني في هذا التوقيت الجو مميز جدا، لكن لسه كمان انت عارف المباراه هتكون يعني في توقيت العصر في 3 عصرا، فلسه كمان محتاجين ان احنا نشوف الجو الرطوبه هتكون بالنسبه لنا عامله ازاي، لكن الجو في هذه اللحظات مميز جدا، بنامل ان شاء الله في موعد المباراه يكون الطقس والمناخ والظروف وكل الامور ان شاء الله تكون مع فريق النادي الاهلي، ونعود من تونس بنقاط مهمه جدا ان شاء الله في انطلاقه البطوله الافريقيه، ويا رب تكون اهلاويه ان شاء الله. شعرت باهتمام الجمهور بشكل قوي ولا لحد دلوقتي مش باينه قوي؟ من المطار يا باشمهندس الكل بيقابل والكل بيحفز الحقيقه لعيبه النادي الاهلي، التقاط الصور التذكاريه كل الامور دي الحقيقه يمكن النادي الاهلي متعود عليها بشكل كبير، لكن زي ما بقول لك احنا وصلنا في وقت يعني ما كانش فيه عدد كبير من التواجد، لسه الامور دي هتبان بشكل كبير جدا غدا وبعد غد. لا اتحدث عن الجماهير التونسيه كبيره جدا في اي مكان، اتحدث عن الجماهير بالتاكيد. ما انا بكلم برضو على الجانب التونسي اللي بيحب النادي الاهلي وبيحفز النادي الاهلي وبيحاول يلتقط صور تذكاريه، يمكن هنا طب واللي بيشجع المنستيري كبير يا باشمهندس عدلي انت هو انت مش هتلمس لسه ما قابلناش يا باشمهندس عدلي حد لسه، لا لان انت في سوسه وهم في المنستير، هو جمهورهم في المنستير.
هو احنا هنلعب في سوسه وفي المنستير. لا هو هيقيم في سوسه والماتش في المنستير 20 دقيقه. ما انا قلت اصل السوسه دي بلد النجم. سوسه والمنستير والحمامات ثلاث مدن ساحليه جنب بعض، ده مدن القناه كده. ايوه الحمامات فيها بعثه كره اليد، حصل تواصل بينكم وبين البعثه؟ يعني هو الحقيقه النقطه دي مهمه جدا، لان التواصل كان من الكابتن سمير والكابتن سيد الحقيقه اللي قاموا بدور مهم جدا، وزاروا الحقيقه بعثه فريق النادي الاهلي لكره اليد لدعمهم وتحفيزهم كالعاده، وامر كان مهم جدا لكابتن سيد والكابتن سمير عدلي. يمكن المسافه يعني انت عارف خلاص احنا دخلنا مع فريق النادي الاهلي، البعثه الاعلاميه الكل مركز بشكل كبير جدا في كره القدم، لكن دور الكابتن سيد والكابتن سمير كان مهم جدا، اطمنوا وحفزوهم. يا رب ان شاء الله نرجع من تونس سواء ببطوله اليد او النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله يكون خير ونعود من تونس ان شاء الله بفرحة كبيرة جدا لكل جمهور النادي الأهلي على مستوى الألعاب الأخرى وعلى فريق كرة القدم الفريق الأول لكرة القدم. مارسيل كولر دي السفرية الأولى له مع الفرقة في أول مباراة، رصدت أي انطباعات أولية عنده؟ يعني طبعا يعني الراجل مركز بشكل كبير جدا، الراجل بيحضر في كل دقيقه في الطياره، متابع اللابتوب قدامه بيتابع وبيشوف اللعيبه وبيتكلم مع اللعيبه كلها، بيحاول يحفز اللعيبه، يعني كل الامور دي شفناها على مدار الايام الماضيه، مدار التدريبات، المباريات الوديه. الامل الكبير بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله ان احنا في الملعب في ال 90 دقيقه القياده الفنيه تكون كالعاده على اعلى مستوى، لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير، التعليمات والجمل اللي تم تحفيظها والتكتيك الكبير جدا اللي يمكن اشتغل عليه مستر ماسي الكوره لعيبتنا تطبقه بشكل كبير، الفينش السرعات، كل الامور دي الحقيقه بشخصيه اللعيبه هي دي اللي هتحسم هذه المباراه. الانطلاقه مهمه جدا، فريق مميز جدا، عنده الحافز، عنده الجمهور وعنده الرغبه، لكن ان شاء الله يكون حافزنا اقوى ورغبتنا اكبر ان شاء الله، ويعود النادي الاهلي باذن الله منتصر من تونس. بكره التمرين الاول صباحي قبل صلاه الجمعه مش كده؟ ان شاء الله باذن الله التدريب هيكون في العاشرة صباحا، انت عارف الترتيبات هنا لصلاه الجمعه، فيمكن الاختيار كان موافق للكابتن سيد عبد الحفيظ لاختيار تدريب فريق النادي الاهلي. يتحرك فريق النادي الاهلي 9:30 طبعا بتوقيت تونس، تدريب 10 هو هيكون 60 دقيقه فقط لغير، وبعد غد ان شاء الله يوم الجمعه يكون ايضا تدريب، ويوم السبت تدريب، ويوم الاحد ان شاء الله يكون مباراه فريق النادي الاهلي امام الاتحاد المصري. عندك اي اضافات ثانيه يا كريم؟ يعني دعوات كل جمهورنا بقى العظيم جمهور النادي الاهلي ان شاء الله نكون انطلاقتنا جيده جدا، ويا رب ان شاء الله يوفق فريق النادي الاهلي، ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله باصراره وعزيمته الكبيره وروح الفانيله الحمراء باذن الله يسعد جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. انقل الى البعثه تحياتنا ودعوات كل الجمهور المصري في ظهرهم باذن الله. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي الى سوسه. السوسه البعثه هتقيم فيها، تتحرك للمنستير حيث الملعب مصطفى جنات يوم الاحد ان شاء الله، بين الاثنين 20 كيلو، فهو الاتوبيس يا دوب بين الناحيتين اسماعيليه بورسعيد كده. فهتبقى الاقامه كابتن سيد يمكن فضل ان هي البعثه تقيم في سوسه، عدد الفنادق المتاحه افضل شويه من المنستير، وبالتالي اعتقد هتبقى فيها كتير من الهدوء والراحه للبعثه باذن الله. بداية مهمة جدا، ضربة البداية. ما هو أصلها البداية، أنت الفرقة لم تاخد أي مباراة رسمية. فهي يعني بداية صعبة. بداية صعبة جدا يعني، وأول مرة دور ال 32 يوقعك في فرقة بالمنظر ده. بالشكل المعلومات دي فرقة مرشحة. صحيح. يعني أكنك بتلعب. لعبت ماتش ودي مع الترجي من يومين اتعدت 1-1. لا وكسبانة بقية الفرق في الدوري السنة اللي فاتت طبعا، وعاملة 8 صفقات حتى، دعمت فرقتها قوي، دعمت بصفقات ولعبت 8 ماتشات، اذا يعني حتى اللي هنقول الصفقات ما انسجموش، لا لعبت ماتشات ودية، والدوري كان هيبدا خلاص، حصلت مشكلة فأجلوا الدوري. 8 ماتشات لعبوا 8 ماتشات يا استاذ ابراهيم. يعني اقصد اقول بدين بدري قوي في الاستعداد عننا. ما هو الدوري اتأجل اللي فيه مشكلة ومشكله نهديها برضو للاتحاد المصري. صحيح حكيتها انت. طيب البطوله زي ما المهندس عدلي بيقول، لا بطوله قويه السنه دي، بيزيد من قوتها يا جماعه، في 10 انديه من المشاركين حملوا اللقب قبل كده فازوا بالبطوله، يعني في 10 ابطال موجودين في البطوله بتاعت السنه دي. هقول لكم انه هذا الدور اللي هو دور ال 32 مبدئيا الاهلي في ضيافة الاتحاد المنستيري، المباراة الحد، ويوم 15 مباراة العودة إن شاء الله في ملعب الأهلي والسلام. فلامبو البروندي هيجي للزمالك، تم الاتفاق مع البطل البروندي إنه الماتشين يتلعبوا في القاهرة. المريخ السوداني عنده صدام مع الأهلي الليبي، أهلي طرابلس،
يانج افريكانز التنزاني على ملعبه بيستضيف الهلال السوداني. رايل كاديوجو البوركيني مع فيتا كلوب الكونغولي. نجليك النيجر مع الرجاء. الرجاء عنده أزمة كبيرة في الدوري المغربي ومتأخر، مسافر للنيجر. كيب تاون الجنوب أفريقي مع بيترو أتلتيكو الأنجولي. فيرس الأوغندي هيستضيف مازيمبي الكونغولي. ولاباستيشل مع سان داونز الجنوب أفريقي. وإسكو كارا التوجولي مع شبيبة القبائل الجزائري. أول أغسطس الأنجولي بيستضيف سيمبا التنزاني. رويال ليبوردز الإسواتيني مع القطن الكاميروني. وبلاتو يونايتد النيجيري هيستضيف الترجي. وأسك الإيفواري هيكون مع حوريا كوناكري الغيني. وديجو ليبا المالي مع شباب بلوزداد الجزائري. إذن مباريات في منتهى القوة. إحنا شايفين كل الفرق العتيدة الكبيرة كلها موجودة في هذا الدور، ابتداء من الأهلي، الزمالك، الترجي، الوداد، الرجاء، صن داونز، شبيبة القبائل، مازيمبي الكونغولي. كل دول يا جماعة 10 أندية سبق لها الفوز بالبطولة. الوداد هيكون مع بطل نيجيريا، ليبرز يونايتد النيجيري. رويال ليبرز النيجيري هيستضيف الوداد حامل اللقب. طيب كريم أحمد ودانا لسوسة واطمنا على البعثة. البعثة بتشهد أو المباراة ديت بتشهد عودة لاعب مهم جدا، غاب عن الأهلي من يناير. يعني أنتم متخيلين أنه 9 شهور الراجل ما لعبش مباراة رسمية، زي ما مارسيل كولر هتكون دي أول مباراة له، أكرم توفيق هتكون دي أول مباراة عودة لأكرم قلب الأسد. يا رب بس أنت عارف برضو الغموض. أنت قلتها، راجع من إصابة خطيرة وبقاله 9 شهور ما لعبش. الناس الصورة الذهنية عن أكرم إنه لاعب عنيد وقوي وراجل قوي مفاس. صحيح. يعني أسد. لكن هل يا ترى الوضع البدني والحالة، ما هو الحماس مش هيتغير، الشغف مش هيتغير، لكن الوضع الفني والبدني والتناغم مع الفريق، يعني كنت أتمنى إن يكون في فرصة أكتر. يعني أنت لما بقول لك الفرقة لعبت 8 ماتشات بتقول لي وديين، لو الأهلي لعب 8 ماتشات وديين كنت حطيت أنا في بطني بطيخة صيفي، لأن الراجل إيه قرا وعرف فرقته مين. هو لحد دلوقتي بيشوف حتى الماتشات الودية فيها تغييرات كتير بالنسبة له. نتمنى طبعا إن ربنا يوفق كل من يعتمد عليه. مش عايز تطمن على أكرم؟ معاك على الهوا ولا إيه؟ أكرم مع كريم أحمد على الطيارة نطمنكم عليه. كل التحية لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشتنا، شاشة قناة النادي الأهلي. يعني نقدر نقول على بركة الله تبدأ الموسم الجديد بالبطولة الأفريقية، مباراة الأهلي واتحاد المستيري التونسي، مباراة غاية في الصعوبة وغاية في الأهمية. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه الانطلاقة المميزة. أولى المباراة تكون خارج الأرض، لكن كالعادة بنحط كل جمهورنا العظيم في الكواليس الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي. الحقيقة إحنا معانا واحد من نجوم النادي الأهلي، تقدر تقول عليه بقى قلب الأسد، الرجولة، الشخصية، الروح، أي حاجة عايز تقولها هتقولها الحقيقة على أكرم توفيق، واحد من نجوم النادي الأهلي اللي بنقول له الحمد لله على السلامة. أكرم نورت مكانك ومنتظرين منك كتير جدا الحقيقه في البدايه، يعني كلنا كنا عايزين نشوفك في الملعب، متابعينك لحظه بلحظه. جمهور النادي الاهلي الحقيقه كان بيتابعك في كل حاجه، يا اكرم اخباره ايه، فاضل له قد ايه، حب الجمهور ده كبير جدا، بيحملك مسؤوليه كبيره جدا يا اكرم. الحمد لله على السلامه في البدايه. حبيبي كريم، شكرا على المقدمه الجميله دي يا حبيبي، ربنا يخليك. الحمد لله رب العالمين. انا مبسوط ان رجعت تاني ودخلت في الاجواء بتاعه النادي الاهلي، واتمنى يا رب التوفيق ان شاء الله. ويعني ان شاء الله انا نكون على قد الثقه اللي الناس ادتها لنا، يعني وثقه الجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه تليق بالنادي الاهلي ومكانه الجمهور عندنا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يعني قلتها قبل كده واقولها تاني، يعني انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى في اي حاجه، اذا كانت حتى لو هي مثلا انت شايفها قليله، انا تمام الحمد لله بشكر ربنا سبحانه وتعالى فيها. فترة كانت صعبة عليا، بس الحمد لله عشان
الحمد لله رب العالمين. زي ما قلت لك من شويه كل حاجه بيد ربنا سبحانه وتعالى. عادت عليا الايام اكنها والله العظيم انا ما حسيت بالثمان شهور او تسع شهور، ما حسيتش بهم خالص يعني. وكنت مركز قوي ان ارجع بسرعه، مش بقى ان انا افضل مستسلم ليها او حاجه، لا كنت بشتغل وبجيب اخري في التمرين. حتى مثلا الناس كانت هناك كانت تقول لي لا، كنت اقول لهم لا عايز اتمرن تاني عشان ارجع بسرعه. لما رجعت هنا الناس في منتهى الاحترام، كابتن نجار، كابتن طارق، الدكتور يعني دكتور احمد ابو عبله، ما حدش سابني يعني، كلهم مبدئيا يعني مش عايز انسى حد يعني، كلهم عاشوا معايا فتره صعبه بالنسبه لي، وكلهم عملوا معايا يعني فوق 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 حاجات فوق ما انا اتخيلها لعند ما وقفت على رجلي تاني. وان شاء الله باذن الله حاسس ان انا رجعت ان شاء الله كويسه. وزي ما بقول لك يعني جمهور النادي الاهلي حاطط فينا ثقه كبيره، وان شاء الله مش هنخذلهم. كل اللعيبه حست بالسنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كانت بالنسبه للجمهور او بالنسبه لنا احنا كلاعيبه كانت سنه صعبه. ناس يعني لعبت نشاط كتير وما ريحتش، وناس نزلت وحاجات كده واصابات يعني، لكن لا اللعيبه كلها مركزه، ويعني تكون بدايه خير لينا ان شاء الله ولكل اللعيبه عشان خاطر ننافس على الدوري تاني. مش ننافس، ناخد الدوري باذن الله بعون الله تمام، ونرجع افريقيا لينا تاني، وكل البطولات يعني ان شاء الله نخش فيها تكون باذن الله من نصيبنا. طبعا ده مش هيقلل من الفرق التانيه، لكن لا احنا فرقه كبيره، بندوس على نفسنا عشان خاطر نحط النادي الاهلي في مكانه كويسه. وان شاء الله يعني اللعيبه كلها مركزه يعني، ان شاء الله يعني نرجع بالثلاثه بونت، دي اهم حاجه يعني في الماتشات اللي بره. عايز اقول لك برده يا كريم، الماتشات اللي بره بالنسبه لنا احنا يعني الناس بتبقى مستنيه اداء ونتيجه، لكن في ظروف الماتش مبدئيا يعني لازم تاخد الاهم اللي هم 3 بونت. ممكن الاداء ممكن ما يكونش احسن حاجه، لكن 3 بونت بالنسبه لك دول الاهم. فيما بعد انت بقى بتركز على النقط السلبيه اللي خلت مثلا الاداء مش احسن حاجه تمام، تقدر تجيب الاداء بالظبط يرجع الاداء، لكن الثلاثه بونت اكيد اللي هيروح منك مش هيرجع يعني. بس اذا كده على عودته الحقيقه يعني كنا بنتابع وبنشوف جمهور النادي الاهلي حسين الحقيقه يعني كان منتظر اكرم، منتظر كل لعيبه النادي الاهلي، وكان منتظر حسين يرجع زي الاحسن، لكن اكرم تحديدا بتشوف الحب ازاي معاه؟ والله يعني اكرم انا شهدت فيه مجروحه يعني، مهما اتكلم عليه طبعا مش هدي له حقه، ف التلفزيون بقى بس اكرم يعني بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يكرمه يا رب ويكمل زي ما هو كده يعني. اكرم يعني الفتره اللي فاتت كان داس على نفسه جدا اللي هو يرجع ويبقى احسن من الاول، وفي التمرين كمان يعني كان بسم الله ما شاء الله اللي هو ما كانش خايف من حاجه، لا كان مخليها على الله، فدي كانت حاجه كويسه جدا. فطبعا يعني اتمنى له طبعا السلامه اهم حاجه، وان هو ربنا يكرمه ان شاء الله ويبقى احسن من الاول واحسن من بعد قبل الاصابه. ربنا يكرمه طبعا. واكرم يعني ما حدش هيتكلم عليه، هو الناس كلها عارفه اكرم ايه يعني، بس ربنا يكرمه باذن الله حبيبي ان شاء الله حبيبي. بس عايز اقول لحسين حاجه يعني، حسين يعني ده في لعيبه كتير قريبه مني، لكن حسين شويه لان في فتره الاصابه كان دايما بيسال ودايما بنتكلم انا وهو. حسين من زي ما لسه انا بص انا ما بعرفش يعني ازوق الكلام او حاجه، مش بعرف يعني. فلا حسين ما شاء الله من احسن اللعيبه في مصر، ودي حقيقه مش عشان هو موجود، ده كانت بتتقال يعني. ربنا يكرمه ان شاء الله في الفتره اللي جايه تمام، ويقدم احسن ما عنده، لان انا عارف ان حسين يعني هو جامد يعني، بالنسبه لي هو جامد انت فاهمني. فربنا يكرمه ان شاء الله ويكرم اللعيبه كلها، واتمنى يعني اتمنى للنادي كله ولي انا قبليهم يعني التوفيق عشان خاطر نفرح الجمهور، والجمهور ده على راسي، لان الناس كانت بتدعي لي في دار الغيب، وربنا ان شاء الله يقدرني ويسعدني واكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. يعني طبعا اللقاءات دي بتدي لك يعني شايف العلاقه اللي بين اللعيبه، شايف شغفهم، شايف حماسهم. نتمنى لهم الخير باذن الله. على فكره احنا يعني ما عشان ما قلناش البعثه اللي سافرت النهارده، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ايمن اشرف ومحمود متولي وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول
ومحمد هاني واكرم توفيق وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السوليه واحمد نبيل كوكا ورأفت خليل في اول ظهور له في مشاركه خارجيه، ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات واحمد عبد القادر وبرونو سافيو البرازيلي في اول مشاركه له ايضا، وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين في اول ظهور له كمان. ثلاث عناصر مهمين. الغموض طبعا في سافيو. ايوه. وانا عاجبني الغموض ده. مش عايزين يعني الاشادات المبالغ فيها والتوقعات، لكن بيتعرض يا استاذ ابراهيم لحمله عبيطه. ايوه. مش 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 حمله مغرضه وبس. لانك شوفها قوي. ايوه. طول النهار هجوم 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 هجوم، محدش يعني ما بقولش انهم غلط ولا صح، انما استنوا لما نشوف حاجه الناس تتكلم على اساس لا الاشاده دلوقتي صح ولا الهجوم صح. هي صفقه ما شفناهاش لسه. مش عايز اعتمد على الكلام اللي من جوه اللي قد يدعو الى التفاؤل، ولكن عايز اشوف واشوف الشخصيه دي وهي بتتعامل، واشوفه وهو بينصهر بينسجم، ولما يعتمد عليه وهو فعلا زي ما بيقال كده بيدي في اكتر من مركز ولا لا. كل ده هيبان. اللعيبه الثانيه طبعا عارفينه بس ما شفناهمش مع النادي الاهلي الفريق الاول، زي رأفت ده لعيب صغير 2004 لكن عوده فارع وبيدي قوه بدنيه اكبر من سنه وموهبته واضحه، ودليل على كده وجوده في اول بعثه زي كده. شادي طبعا ناس شافته كتير، نتمنى له التوفيق لو فضل على ما يقال عن حماسه والتزامه. ربنا يوفقه. الانطلاقه دي هتشاور لنا على حاجات مهمه جدا. طيب انت اتكلمت على البرازيلي سافيو وعلى اللي بيتعرض له، وهنا غريبه الناس بتقيم حد لسه ما شافوهوش، ما حدش حافظ شكله، بس ما تفهمش الانتقادات او التقييمات دي على اي اساس. ده كمان استرعى على فكره انتباه صديقنا العزيز الاستاذ خالد بيومي اللي كتب في الجمهوريه في مقالته، قال هجوم غريب وغير مبرر من الاعلاميين عبر الفضائيات والسوشيال ميديا بشان صفقه الاهلي مع البرازيلي سافيو. الهجوم متنوع، مره بانه عصبي ويعتدي على الحكام، ومره اخرى بانه كان سيكون متاحا بدون مقابل قبل التعاقد معه بمبلغ مالي كبير، ومرة أخرى أنه متعدد التنقل بين أندية كثيرة في وقت قليل. والغريب زي ما بيقول خالد بيمو، والغريب أنها بدون أدلة واضحة إلا الاعتراض فقط، وكأن الجميع ممن يعترضون على سافيو يخشى على مصلحة الأهلي أكثر ممن يعملون داخل النادي. هيقول حق يراد بيه باطل يعني. ليتنا نتعلم من تعامل الأندية الأوروبية مع اللاعبين في أن نترك فرصة للحكم على اللاعب ومن يسعون داخل النادي لمصلحة رقي وتطور الأهلي، وأخيرا لما الاستعجال في إطلاق الأحكام دون انتظار نجاح أو فشل سافيو، وبعدها عليكم بالتنظير. بالنسبة أنا بأيده 100%، لأن أنا قلت الكلام ده والله قبل ما أقرأ أو أعرف هو قال إيه، لأن ده المنطق. أيوه. لكن أنا سألت ايه حكايه الانتقالات الكتيره دي؟ فالمعلومات اللي جات لي مش ملهاش دعوه بان انا بدي احكام او بقول او تبرير او بتاع، ان اللعيبه البرازيليين عاده بيحبوا يطلعوهم بنظام العرب يكسبوا منهم اكتر، فسنه هنا وسنه هنا وسنه هنا وسنه هنا. البرازيل لعبتها عادتها بالملايين. عشان هي لا هو خصبة جدا، جزء من الاقتصاد دلوقتي. مهم صحيح. تصدير المواهب من البرازيل. في بلاد زي دول افريقيه زي غانا ونيجيريا، يعني التي تعج بالمواهب. بالمواهب. انا اتذكر انا من المهندس مصطفى فهمي وانا رايح انا وكابتن طارق نجيب اوجاسين اهينفول، كان هداف كاس العالم وهو غاني تحت 19 سنة. فروحنا نجيبه. فقال لي لو ما عرفتوش تجيبوه
ممكن تلاقوا هو لحد دلوقتي موجود، بس يجوز يكون في انديه اوروبيه منشين عليه ولا حاجه. ما تيأسي، لان هناك المواهب تتساقط من الشجر، قال لي كده، من وفرتها مش هتغلى. الجمله دي اللي خلتني اقعد، لان هو حتى يعني كان الصيني يدي خطابات معينه للمدير الفني للاتحاد الغاني من الاتحاد الافريقي، فتعرفت عليه، جات فرصه ان اتكلم معاه، لان اول ما وصلنا انا حكيت القصه دي. ايوه وجاسين اهينفول يوميا كان بيلعب اخر ماتش له في غانا، وكان رايح بلجيكا لا المانيا نادي كولن. فكابتن طارق قال لي الله احنا هنروح في الطياره بكره اللي جينا بيها. قلت له لا روح انت وانا هقعد اسبوع ادور على بديل يعني. فالراجل ما سابنيش، قعدنا ورجعنا بفيليكس. ده معناه ايه؟ معناه ان المواهب لما تكون بلاد بتعتمد على، وفي انديه انشئت يعني النادي دوي بتاع فيليكس ده هو بيشتري شاريه ب 3000 دولار، باعوا لنا كان عايز يبيع ب 150 وخدناه ب 45، مبلغ كبير يعني في 6 اشهر كسبه. طبعا انا بحكي القصه دي لان ممكن يكون دي اللي ورا التفسير ده، ممكن يكون مش المعلومه مش دقيقه قوي برضو، ان 10 مرات في 9 سنين ولا مش عارف، برضو رقم كبير يعني. في كل الاحوال انا اللي عايز اقوله خلينا نشوفه هيعمل ايه. افرض انه مستقر، وافرض انه مكسر الدنيا، انا مالي؟ انا عايز اشوفه معايا انا هيعمل ايه. ها بالظبط. فانت في لعيبه كتيره، فيليكس لما جبناه ما كانش حد يعرفه، كسر الدنيا. اليو ديانج اليو ديانج دلوقتي من اهم اللعيبه. جيلبرتو يا سيدي وفلافيو، يعني كان جيلبرتو لعب ضدنا والناس شافت. ما لعبش ضدنا ده لعب بطوله 19 سنه وانا جبته من الورلد سكر. نقلوا افلافيو والتاني افيلينو لعبوا. افيلينو لعب وما نجحش، ده اللي كان اختيار مستر مانو جوسيه الاول. ما نجحش معانا، وهو لعب قدامنا ماتشين بيترو اتلتيكو جاب فينا 3 اجوان في الماتشين. فكان مكسر الدنيا. ولعب هتختاره ازاي؟ بمعيار ايه ادق من انه لعب ضدك؟ فلافيو جبناه برضو احنا عشمانين ان الضجه سامعين عنه، بس كسر الدنيا اول ما جه فشل. اللعيبه انا يهمني هيعمل ايه في مصر؟ هيعمل ايه معانا؟ هيدينا ازاي؟ هينسجم ازاي؟ فكل اللي نتمناه ان نصبر عشان نعرف نقيم. وده اللي قاله خالد بيومي الحقيقه. الناس اللي عمال تنظر والناس اللي عمال تنتقد والناس اللي عمال تهاجم اختيار سافيو، قال لهم استنوا استنوا، احكموا على حاجه، احكموا على واقع تشوفوه، لكن انت بتحكم مسبقا على اي اساس وباي دليل؟ وبعد كده على فكره لما بينجح لاعب الناس بتتكسف حتى. استاذ ابراهيم، هو انت اولا شفنا رامي ربيعه وتالقه في نهايه الموسم الماضي. شفنا عوده مغربي وتطوره اللي حصل في تشيكوسلوفاكيا والكلام اللي بيتقال عليه. ما هو دي اضافات ما كانش معمول حسابها قوي يعني. عوده المصابين، مش عايزين نتشائم، وفي نفس الوقت مش عايزين نغرق في التفاؤل، مش عايزين نقول ان الدنيا قفلت. ان ما كناش بندور على الافضل والتطوير الاحسن باستمرار يبقى في حاجه غلط، والنادي يعني ما بيعملش كده. احنا في كل لحظه بنجمع معلومات، ده اللي اقدر اقوله، في كل لحظه بنعمل اتصالات، في كل لحظه بندور على الافضل، وربنا عطرنا في اللي يضيف لنا باستمرار. طيب برضو فتره الاجازه اللي كانت للاعيبه الاساسيين افادت الناس اللي اخذت اجازه، بس افادت كمان على وجه الخصوص محمد مجدي قفشه، لانه الحقيقه الموسم اللي فات كمل الموسم وهو عنده الام شديده جدا في البطن، كان بيعاني من عضلات البطن، احتاجت لعمليه الفتاء، عملها ورجع بسلامه الله، وعشان كده ايضا هو الاخر عنده شغف بالعوده. كريم احمد كان مع قفشه على الطياره، نشوفه قال ايه. مستمرين مع كل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان، كواليس خاصه ورحله بعثه فريق النادي الاهلي
في المباراه الافريقيه الاولى الاتحاد المنستيري التونسي والنادي الاهلي في دور ال 32 يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله ترجع من جديد تسكن دولاب بطولات النادي الاهلي كعاده دوري ابطال افريقيا. كالعاده بننقل كل الاخبار والكواليس والحقيقه لما بيبقى معانا لقاء خاص ومهم الحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا على المستوى الشخصي الحقيقه ببقى سعيد جدا وانا بسجل لقاء الحقيقه مع محمد مجدي قفشه واحد من نجوم النادي الاهلي نجوم منتخب مصر اللي ان شاء الله باذن الله منتظرين منه كتير جدا زي ما جمهور النادي الاهلي منتظر منه كتير جدا. الحمد لله على السلامه قفشه الاول اللي عايزك تطمن جمهور النادي الاهلي عليك على الاصابه الفتره اللي فاتت المجهود الكبير الموسم الحقيقه اللي كان صعب جدا لكن الحمد لله على السلامه انطلاقه تكون جيده ليك ويا رب ان شاء الله قفشه كالعاده اللي جمهور النادي الاهلي بيطالب بيه عودته من جديد يرجع الموسم ده ويكون انطلاقه جيده جدا يا قفشه. حبيبي يا كيمو طبعا بشكرك على الكلام الحلو ده والحمد لله الاصابه دلوقتي انا كويس الدنيا كويسه عملت عمليه واتمرنت مع الفريق لعبت ماتش ود واحد لعبت شوط لكن الدنيا كويسة وموجود مع الفريق إن شاء الله تكون سنة مميزة وسنة خير للفريق كله مش لي أنا بس الكرة أنت عارف الكرة جماعية مش فردية لكن أتمنى اللي احنا كلنا نبقى مستعدين كويس ومجهزين نفسنا لأن أنت عارف ده موسم صعب بعد الموسم الكارثة اللي احنا عملناه كان في ظروف كتير بس أنا ماليش في الأعذار وما بحبش الأعذار زي ما كنت بكسب وبقول احنا كويسين فطبيعي لما نخسر يبقى احنا اللي قصرنا وعارفين كل ده كويس وعارفين اللي احنا قصرنا مش بننكر ده طبعا بس فبنستعد لموسم جديد وانا الحمد لله دلوقتي الاصابه كويس والدنيا زي الفل يعني انا مش من الشخصيات ولا من النوعيات اللي انا بفضل اقول انا تعبان انا مصاب او انا بلعب على رجلي وانا مصاب لا انا لو لعبت يبقى انا لاعب عشان خاطر الاهلي وعشان خاطر الفرقه مش 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 لازم اطلع ابرر ولازم اقول انا مصاب لا 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 ماليش دعوه انا راجل بلعب في النادي الاهلي بلعب لفرقتي وزي ما انا كنت بلعب في انبي قبل كده كنت نفس الحوار ومموت نفسي وبتعب وبعمل اللي عليا وكل حاجه بتاع ربنا لكن هي موضوع الاصابه ممكن تكون كانت مقصره شويه لكن ده مش العذر انا ما بحبش كده طالما انا في الملعب يبقى لازم اعمل اللي عليا و100% ممكن يكون في اجهاد بس برضو ده مش عذر لكن مش بقول طالما نزلت الملعب لازم اعمل اللي عليا ولازم ادي حته بقى فنيا انت فايق او مش فايق دي بترجع لربنا سبحانه وتعالى انت بتتعب وبتعمل اللي عليك وكل الكلام ده كله في الاخر ربنا هو اللي بيبقى موفق او مش موفق حسب اليوم وحسب مودك وحسب فبس لكن حوار اللي انا اقول انا كنت مصاب وبلعب على رجلي لا انا ده انا بشوف ان ده مش صح من وجهه نظر قفش انا طالما في الملعب يبقى انا سليم طالما انا بره الملعب يبقى انا مصاب بس فمش عايز اتكلم في الموضوع ده لان انا ما بحبش الحته دي يعني طالما انا في الملعب يبقى انا سليم يعني هو موسم مش سهل يعني موسم مش سهل خالص موسم صعب جدا انت عارف احنا اول ماتش عندنا في السنه هيبدا ببطوله مهمه جدا بطوله افريقيا اللي احنا السنه اللي فاتت ما خدناهاش فاحنا السنه دي يعني طمعانين مش اللي احنا نعمل حاجه ونكسب لا احنا طمعانين اللي احنا ناخد بطولات وده المهم مش انت وارد تكسب وارد تخسر لكن المهم لما تيجي تفنش وانت واخد بطولات هو الاهم انك تعمل بطولات مش الاهم انك تكسب ولا الاهم انك تعمل ماتش حلو او كتير بيقول لا مهم انت بتيجي تجمع في اخر السنه انت عملت ايه خدت ايه لكن مفيش حد يجي اخر السنه يقول لك ده قفشه جاب كام جون ده كريم عمل كام اسيست لا في حاجه اسمها في نادي الاهلي هو ده نادي الاهلي من قبل ما اجي النادي هو كده وبعد ما امشي وبعد ما بعطل والناس اللي بعد كده واللي بعد كده والناس بتوع زمان هو ده نادي الاهلي نادي بطولات ولا نادي شو ولا نادي لقطه ولا نادي ماتش واحد ولا نادي مكسب واحد ولا نادي خساره واحده نادي بطولات هو اسمه نادي الاهلي عشان الحته دي فهو ده اللي احنا مركزين عليه مش عايز اتكلم على اللعيبه لان لازم اللعيبه او مش لازم ده اجباري يكون كل لعيب واصل له اللي احنا لازم ناخد البطولات يكون كل لعيب ما عندناش خيار غير خيار واحد بس ما عندناش اتنين هو اهم حاجه هو واحد ده اللي في دماغنا واحد انك تاخد بطولات اتنين ده ما تحطوش لانه مش محسوب مش هيتحسب ومش هينفع يجي فاهم قصدي بس فهو ده المهم وهو ده اللي اللعيبه اعتقد كل اللعيبه عندها الحته دي من غير ما احنا نتكلم او من غير ما حد يوصل لحد كل حتى اللعيبه الجديده جايه عارفه هي جايه ليه مش جايين ان هم جايين نادي الاهلي واسم لا هم جايين عارفين هم جايين ليه جايين عارفين ان هم عايزين يعملوا تاريخ عايزين ياخدوا بطولات شافوا لعيبه كتير خدت بطولات عايزين يعملوا حاجه زي كده فهو ده الاهم فانا بطمن الجمهور عشان كل الكلام ده واصل للعيبه وكل لعيبه عارفه حاجه زي كده جمهور الاهلي جمهور ما بحبش اوفر سواء جمهور الاهلي معروف مين جمهور الاهلي معروف ايه هو جمهور الاهلي معروف حب النادي الاهلي مش هتكلم عليهم ولا اقول هم ايه ولا بتاع عشان كل الناس ما عارفه يعني ايه جمهور الاهلي اللي ما يعرفش جمهور الاهلي ده واحد تاني مش اهلاوي او ما يعرفش حاجه او مش فاهم حاجه ان جمهور الاهلي معروف دايما مع الاهلي دايما مع الفرقه دايما عايز ياخد بطولات دايما بيشجع لعيبته دايما مع اللعيبه دايما في ظهر اللعيبه
وارد ان الجمهور يجي عليك في اي وقت، ده وارد ودي سنه الحياه ودي الكوره، بس لما تاخد زي ما بيدوك الحلو استقبل الوحش، وزي ما بيدوك الحلو وبيكرموك لما يجوا عليك ما تزعلش، وما ينفعش يبقى في رد فعل، لان الجمهور ده لما زي ما عملك هو زي ما ممكن ما يجي عليك، فانت لازم تتقبل الحالتين، وفي كل الحالتين سواء حلو ووحش هو الجمهور معاك، عمره ما كان ضدك، انت فاهم قصدي؟ بس فجماهير الاهلي دايما في ظهرنا، مش عايز اوعد بحاجه زي ما قلت قبل كده، او ما انا بحبش اوعد بحاجه، بس انا اوعد اللي احنا هنعمل كل اللي هنقدر عليه، مش عشان خاطر نكسب ماتش، ولا عشان خاطر نكسب 10 ماتشات، ولا عشان واحد يجيب جون، ولا عشان واحد يعمل اسيست، عشان ناخد بطولات، عشان نفرح النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي احنا اصلا بنلعب عشان كده. انا منه واحد، انا بلعب عشان الاهلي وعشان الجماهير، وقبل كل ده بلعب عشان اهلي. انا بحب لما ابقى كسبان ومبسوط، انا ابويا وامي واهلي بيفرحوا، فانا دي بالنسبه لي بالدنيا كلها. بس فهم الثلاث حاجات دول مهمين زي ما قلت لك، اللعيبه كلها عارفه، واللي احنا بنلعب على ايه السنه دي. عندنا ماتش صعب كمان يومين في افريقيا، اول بدايه صعبه، فرقه كويسه، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه كويسه في تونس ونكسب ان شاء الله باذن الله. الحقيقه يا باشمهندس كلام رائع جدا من محمد مجدي قفشه، لمس ثلاث اربع خمس نقط مهمين جدا جدا، واحنا بنستهل المشوار ده لازم نقف عندهم باهتمام. النقطة الأولانية يا باشمهندس، خلاص مفيش أعذار، مش مقبول مننا حاجة. أنا بكتب وأنت قبل ما بتقول. استوقفني جدا جدا هذا الكلام، لأني كنت أتمنى الحقيقة أسمعه من حد. أيوه. هو لخص كل اللي بتمنى أسمعه. أيوه. إحنا ما عملناش موسم، قال موسم كارثي لازم ننساه، ولازم بعد ما نتعلم منه. الجمهور رائع مساند، وزي ما بيرفعنا من حقه انه يزعل مننا، ها؟ ويبقى ناخد الكلام ان احنا بالشكل الايجابي اللي يقدر يعني يرجعنا بسرعه. معروف جمهور الاهلي لا يرضى الا بالبطولات، اتنين فشل، رقم اتنين ده فشل. يعني كويس جدا قال ان احنا كلنا كفريق حاسين بهذا الكلام. ومش عايزين نتكلم كتير، ومش عايزين يعني لا نبرر ولا نعتذر، عايزين نشتغل وعايزين باذن الله نقدم لهم اللي بينتظروه مننا. هو ده ملخص يخليك تقول لو دي حاله اللعيبه كلها مطلوبه دي. وانا دايما اقول مفيش ضمان لحاجه في الدنيا، لكن الشيء المؤكد انك خد بالاسباب، اعمل اللي عليك، خليك صريح مع نفسك، صادق مع جمهورك. قال ما فيش حاجه اسمها اجيب جون وانا لوحدي، عمل جماعي والنجاح جماعي مهمه، انك تزرع في اي فريق روح العمل الجماعي، ما فيش حد يقول انا عملت. نتمنى ان نرى ترجمات لهذه المعاني كلها. علاقه الجمهور بالموضوع، لانه كلام قفشه ده جمهور الاهلي اللي احنا عارفينه، مش هنزعل وقت ما بيغضب لانه ادانا كتير. استاذ ابراهيم لسه احنا ناقشنا الموضوع ده كتير. الجمهور هو قيمه اي نادي، الجمهور قيمه اي نادي، ده رصيده في البنك على الارض ماشي، واخد بالك؟ ده رصيده في الحمايه والقوه والمكانه ماشي. تمام. على الارض علاقة الجمهور وشغفه وإخلاصه وارتباطه بالمفهوم بتاع النادي ورسالة النادي مهم جدا، أحد عناصر اللي بتدي عظمة للنادي. أي. وبتقول للنادي رسالتك وصلت، رسالتك أثرت، أن يبقى النادي هو الملهم والقدوة بقياداته في سلوكيات البيوت والشارع والمدارس، هو ده الرسالة اللي عايزينها توصل من خلال تعلق هذه الجماهير العظيمة. لذلك لما بنقعد نتناقش مع بعض هم يشدوا شوية، احنا نقول لهم الهوينة، علشان الظرف اللي احنا فيه مختلف عن اي وقت ماضي، وسائل التواصل الاجتماعي بقت عملية مؤثرة جدا وضاغطة جدا سلبا وايجابا. فاحنا عايزين ناخد الايجابي منها ونعظمه.
لان ال 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 الناس كلها مش بنفس القوه، مش بنفس السمات. يعني حتى اللي بيكتب وبينتقد بيقول لك ده حقي، لو انت انتقدته بيزعل وبيعمل لك بلوك. جزء منهم وجزء بيبقى يتعب. اذا الطبيعه البشريه مش عايزه تتهمد، مش عايزه تنتقد بطريقه فيها قسوه وخصوصا استمراريه. خلينا نتعامل ان احنا نحاول نصدر الطاقه الايجابيه. انا ما بقولش ان مش من حقهم يزعلوا، لان انا بزعل، ازاي مش من حقهم؟ هما ما بيناموش، انا واحد مشجع انا ما بنامش، انا بفضل مفندق وشايل هم وكان ليه حسابات نفسي افرح بيها واتكلم بيها واضيف ارقام قياسيه اتكسرت وباظت، بشيل هموم وعارف ان هم بيشيلوا هموم اكتر مني بقى، لان كمان شباب. انا ياما شفت ايجابيات واستمتعت بيها، لكن انا عندما انظر للامر انظر في تاثيره على مستقبل الاهلي بس. اما ما قاله أفشة فبيترجم بصدق احساس لاعب مسؤول بناديه وبالرساله المطلوبه منه ان يؤديها تجاه جماهيره وعلاقته بالجماهير، انه باستمرار طالما بتعملني هستحملك. وبقول للجمهور طالما ان هو لعيبك شايفك كده انت كمان استحمله عند الاخفاق شويه، لكن اللي يقصر اللي يسلك سلوك غير طيب يؤثر على ادائه واداء زمايله هو ده اللي يستحق القسوه. غير كده كلنا نساند الناس عشان تنجح. ده كلام مهم جدا، هنقول كمان فيه اكتر من كده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه في البدايه لفت نظري للمهندس عدلي الى انه مارسيل كولر فعلا غامض. كل خبرائنا ومحللينا ما حدش عارف عنه حاجه. لا حد عارف افكاره وشكلها عامل ازاي، ولا حد عارف اسلوب اللعب بتاعه ازاي، ولا حد قال انه اللعيبه المفضلين عنده ايه. كل ده ما حدش، لا هم قالوا كتير بس هو ما بيقولش. مقفول لغايه المباراه. من النجوم القدامى والمحللين الكابتن ضياء السيد، نشوف رايه في مارسيل كولر ايه. كولر مدرسته شويه فيها نوع من الاخفاء، انت شايف القصه دي ازاي؟ شايفها كويسه لانه الدنيا زحمه جدا، هو جه في وقت زحمه جدا، مجموعه كبيره من الناشئين، مجموعه كبيره من اللعيبه اللي فوق، ومين هيطلع اعارات، المفروض ياخد قرارات في كل ده في وقت ضيق. انت عندك يوم 10 القيد يقفل وفي المقابل عنده ماتش يوم تقيل. عنده ماتش مع الاتحاد المنستيري خلاص يوم 9، فعنده تقيل، وفي المقابل عايز ياخد قرار في لعيبه اساسا كانت موجوده وعايز ناس تمشي وناس، كل ده بيوازيه بقى وهو شغال. تخيل بقى لما يعمل ده على المفتوح كمان ويضغط عليه بقى الاعلام اساسا، يعني اساسا الموضوع ما حدش شاف حد وبيتكلموا على الصفقه دي وبيتكلموا على الصفقه دي وبيقولوا ده مش نافع وده هيتوقف وده رايح وده جاي. ما انت عايزه يفتح كمان، تخيل بقى لو فتح. طب انت من الكواليس متابع الراجل، يعني متابع من اللعيبه من برضه بالسؤال، لكن بالشوف من السؤال بقى ايه الانطباع اللي بيجي؟ السؤال انه قمه الانضباط، منضبط جدا، ما بيحبش يضيع وقت في اثناء التمرين، تضيع الوقت، لا كله شغل، لازم طول الوقت شغل. وانا اللي كان يهمني جدا ان يكون في انضباط ونظام موجود في الملعب وفي اوضه اللبس، وهو عامل ده بشكل كويس جدا، ودي حاجه مهمه جدا قبل الفنيات. الفنيات هتيجي واللعيبه هتفوق واللي كان مجهد هيرجع. الانضباط بيبتدي من جوه اوضه اللبس ومن الملعب، هو عامل ده كويس جدا. شوف اثمن على كل كلمه قالها كابتن ضياء، لان هي دي بتلخص الصح. ما يفعله كولر، اكد كابتن ضياء بخبرته ان ده صح، لان الحقيقه كل كلمه بتتقال يا استاذ ابراهيم دلوقتي ده بقول لك وهو قافل الكلام بيخلص. طلعوا ان عنده مشكله مع كهربا، وقبل كده انه مبسوط جدا من كهربا، وبعد كده ان مش عارف ايه. فالراجل حتى كهربا بيطلع جمله النهارده بيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، الناس برضو عايزه تفسرها يعني ايه؟ بيتحاسبن في مين؟ ما هو بيتحاسبن على الناس اللي بتظلمه. ايوه. ال 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 الموضوع انك فعلا انا يعني الشخصيه دي انا بتكتسب ثقتي على الاقل في انه بياخد بالاسباب عشان تقدر
ما تديش فرصة لحد يتقول عليك أو يفسرك غلط أو يبني إشاعات من اللي أنت بتقوله، ها؟ يبقى أحسن حاجة أن تظل على هذا الصمت وهذا الغموض الخارجي، لكن تبقى بمنتهى الوضوح في علاقاتك والناس تشوفك أنت عايز إيه ومش عايز إيه وبتقيم الدنيا إزاي، فحتى ضيق بيطمن الناس، بيقول المعلومات اللي عندي إنه في انضباط داخل وخارج أوضة اللبس وحالة من الارتياحية، وده اللي بيوصل لنا. لكن مش عايز ده اللي يخلينا برضو نطلق الأحكام. دعونا ننتظر ربنا يوفقه في بداياته الصعبة جدا. الأستاذ إبراهيم لو الناس تخلي بالها من حاجة، يعني كل الناس كانت بتقول لك الزمالك وإزاي يبتدي من دور الـ64 كان في إشفاق إن الزمالك هيلعب وبعدين يلعب دور الـ32. تخيل الفرقتين اللي بيلعبهم الزمالك شكلهم إيه؟ والفرقتين كان عندهم استعداد يلعبوا في مصر. الفريق الثاني الرواندي ده هيلعب في مصر الماتشين، البروندي وافق على ادي الظروف في دور الـ32. طب ما تشوف النادي الاهلي بيقابل مين؟ واحد من الفرق المرشحه تعمل مفاجآت في البطوله يعني في غموض يعني حتى المدرب بتاعهم قال يعني الاهلي مين يتمنى يقابله، بس قال 50-50 وهي شكلها كده انها 50-50، بس يا رب يكون ال 50 بتوعنا يعني استرليني. طيب الزميل محمد شبانه سال الكابتن ضياء، ما انت اكيد بتسمع من اللعيبه، لان انا بقول لكم الراجل فعلا الغموض هو سيد الموقف بالنسبه له. طب الكابتن عماد متعب سمع من اللعيبه، يا ترى سمع ايه عن كولر؟ نشوفه. مدير فني جديد شايفه كويس؟ حاسه كويس؟ انا بسمع ان هو كويس جدا، بسمع يعني طبعا بكلم بعض اللعيبه داخل النادي الاهلي بيقول لا مدير فني جيد جدا، عامل التزام غير طبيعي، وده الاهم بالظبط، عامل التزام غير طبيعي كابتن شوبير، وده مهم جدا. الالتزام والتركيز وفكره ان التمرين ده عباره عن حاجه مش راح اتمرن وخلاص، لا، والمعسكر ان انا مش قاعد في النادي مجرد ان انا قاعد وخلاص، العياده مش داخل بعمل جلسه وخلاص. يعني سمعت انه دخل العياده لقى احد اللاعبين بيتكلم في التليفون، ماسك التليفون منع ده؟ لا، هو واحد بياخد جلسه فيعني مش يعني مع الموبايل كده، قال له لا انت في التمرين. ما انا بقول لحضرتك منع ده تماما، وده ده مهم جدا، وقالها له بحب يعني، مش قالها له ان هو بخناق بزعيق بتاع، ففهمه عشان يفهم السيستم بتاعه يعني. واللعيب فاللعيب اعتذر وتمام التمام ويعني تمام. بص يا كابتن، هي مش بص يا كابتن، النقطه كلها هو الراجل عايز يعمل ان الفتره اللي انا قاعدها مع اللعيبه قاعدين بنتغدى، يبقى قاعدين بنتغدى بنتكلم مع بعض، مش كل واحد في وادي ماسك تليفونه مبقاش فيه دوشه، مبقاش فيه توتر، قاعد بعمل جلسه مركز في الجلسه اللي بعملها، مش قاعد مركز في تليفوني. يعني هي كلها حاجات بسيطه، وبعدين هستخدم التليفون بعد كده. يعني انا هستخدمه، انا اول ما اخلص الجلسه واخلص تمريني هستخدم تليفونك زي ما انت عايز. فكره الاكل مركز جدا، فكره الاكل والوزن والحاجات دي، وده مهم جدا. وعلى ما اعتقد اللعيبه دلوقتي كلها بقت واخده بالها من نفسها ومن كمان شكلها، خدوا درس بقى بالظبط. شوفوا لو خرجت انا من المكالمه دي كلها بحاجه، لان دي مأثره على حياتنا في بيوتنا، مساله تعامله في تفصيله تبدو كانها صغيره جدا لكن حاسمه ومهمه وفارقه، انه شاف واحد وهو بيتمرن وبيسلي نفسه العيادة. في العياده راكب العجله ولا بيعمل تمرين وبيسلي نفسه بالتليفون، قال له نو. طب على الاكل؟ قال له لا، ده الاكل ده احنا هنقعد نتكلم ونتعرف على بعض. يعني لما تروح اي اسره يقول لك ده احنا زمان كنا نتلم كلنا على السفره في ميعاد معين وفي بيت العيله في اليوم الفلاني، عشان الكلام ده اصبح مش موجود بسبب هذا اللعين التليفون. صحيح. اللي فيه كل حاجه بتوصلك انك الى العزله والفرديه وعدم التركيز الا في اللي انت عايزه، فبتعلمك الانا مش نحن. انت بتبقى قاعد في بيتك عايز تفتح موضوع وتتكلم تقول كلمتين والناس مش معاك، يا اخوانا خليكم معانا، بنتفق في البيت ساعات كلنا نسيب تليفوناتنا عشان نقعد مع بعض نقول ان شاء الله نص ساعه، كل واحد يحكي يومه مشي ازاي، عنده مشكله عايز يسال سؤال، نهزر مع بعض اي حاجه، قابلنا مين عملنا مين، بننتزعها انتزاعا.
فتصور بقى لما تكون انت لعيب. ولذلك انا بقول اللعيبه تتاثر بالسوشيال ميديا. ولذلك لو تذكر قبل ماتش الوداد اللي كان في بتاع الفاينل ده، انا بتقول كان الناس بتقول الفرقه معزوله، قلت لك معزوله ايه مع معاهم النصيبه ده؟ مش معزولين ولا حاجه، ده دارين بالتفاصيل وعايشينها. فالتفصيله دي تدلك ان الراجل ده معني بالديتيلز، بالتفاصيل ودقيق، وله وجهه نظر حتى وهو مبتسم يقدر يقولها، مش ضروري يزعق ويدي عقوبات. وعلى فكره بيبقى مؤثر اكتر ويحترم اكتر ويتسمع اكتر. فنتمنى يعني انك انت تبقى بتوصل للي انت عايزه من خلال هذا الاسلوب الهادئ الغامض المقفول، ويستمر على كده. طيب بهذا الاسلوب الغامض المقفول هيعمل ايه مع ماتش الاتحاد المنستيري؟ هيتعامل معاه ازاي؟ نشوف راي الكابتن ضياء السعيد. انطباعك عن الماتشين بتوع الاتحاد المنستيري على اعتبار ان الاهلي خد بالك اصعب مواجهه. هقول لك ليه صعب؟ لانه بدايه الموسم بتاعتك. الموضوع صعب ومحتاج تركيز شديد ومحتاج روح عاليه جدا جدا من اللعيبه، كل واحد بيفكر في الموسم اللي قبله عمل ايه وعايز ايه، فالاهداف بتبتدي بدري وانت طالع من فتره اعداد بدون خمس ست ماتشات منافسات حقيقيه. تمام. يعني المنافسات الحقيقيه بتفرق في الدوري طبعا، بتفرق جدا جدا جدا، تجهيز والانسجام والتركيز والخش فورمة طبعا، ودخل لعيبه في الفورمه، دخل المدرب نفسه طبعا في الاتموسفير والجو بتاع صح البطوله صح دي، والبطوله صح دي خصوصا انه جاي من ناحيه مختلفه. بس اتحاد المنستيري برضه فريق يعني كان طبعا يعني هم اقواهم في الاقوى فرق في الثلاث فرق يعني. لكن طبعاً انت بتشعر ان نسبه الاهلي في تخطي الدور دي اعلى؟ ان شاء الله. لا ان شاء الله الاهلي باذن الله هيتخطى. النصيحه اللي بتقولها للعيبه في الماتش الذهاب بتاع تونس؟ والله النصيحه ما اقدرش اقول غير بصوا على الموسم الفينشنج بتاعكم بتاع الموسم اللي فات، وده اول انطباع للجمهور بعد اللي حصل. لا بس هو انك تبص وتبقى مقدر ايه اللي حصل بكل ما فيه. لازم يبقى لك حضور متغير خالص، مغير تماما تماما يعني. وانا اعتقد ان دي موجود يعني. هو الجمله الاخرانيه كابتن عزيز ابراهيم، كابتن ما انت كابتن في الصحافه عزيزي، انه هو قال لك نبص على اللي فات وما نعملش زيه ونتعلم منه. واعتقد ان هو ده تقريبا المعنى اللي ترجمه أفشة. هو قال لك موجود عند اللعيبه، لان طبعا البدايه دي كل اللعيبه تدرك تقييم الموسم مبني على ماتشين ثلاثه الاولانيين. طبعا. فنتمنى التوفيق، وخصوصا كل واحد فيهم مفتاح لبطوله. صحيح. يعني انت الماتشين بتوع المانشستر ده هتكمل افريقيا ولا لا؟ تدخل باذن الله على دور المجموعات. طيب سوبر بقى دي بطوله. كل دي الماتشين دول يجهزوك للسوبر، يجهزوك تجهيز كويس فنيا. ولا وثقه بالظبط، وجماهير بقى بجد معشمه. فنتمنى ان احنا نجتاز عنق الزجاجه الصعب ده في بدايه موسم بنجاح يعني باذن الله. طيب ده اللي ممكن يعمله الاهلي، الاتحاد المنستيري ممكن يعمل ايه؟ نشوف راي الكابتن على ميهوب. مباراه الاهلي القادمه مع الاتحاد المنستيري لا مش سهله. كل حال من الاحوال مش سهله خالص. فريق منظم، فريق قوي، اسمه كويس، الفرقه التونسيه بتعرف تلعب، شمال افريقيا بتعرف تلعب مع الانديه المصريه كويس قوي. النادي الاهلي عامل حساب كويس قوي للفريق. كمان حاجه كويسه قوي التقدير الكامل لفريق النادي الاهلي من الاتحاد المنستيري، عارف هو جاي يلعب مع مين، وبيتكلم المدرب كمان السربي بيتكلم كويس جدا عن النادي الاهلي، وعارف ان هي مباراه مش سهله بالنسبه له، اكيد مش سهله عشان اسم النادي الاهلي الكبير والعظيم. لكن على الجانب الاخر انا متفق معاك في حاجه، ان هي مش سهله على النادي الاهلي. ان شاء الله النتيجه تبقى هناك مريحه في تونس. افضل المباراه الاولى كانت هناك والمباراه الثانيه هنا. هي بس عارف ان الفرقه بتاعتك او لعيبتك مش كامل لياقتها الفنيه والبدنيه. دايما كانت اول مباراه لينا في افريقيا من زمان جدا، دايما اول مباراه كانت بتبقى غلسه. اللي هي بدايه الموسم، حتى لو لعبت مباريات وديه وحتى لو فرقه ضعيفه، لكن ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. هو ده التملي اللي اقوله لك، ان اول مباراه لينا سواء في دور ال 32 او 16 في الادوار الاقصائيه انا ببقى قلقان منها جدا جدا، وتملي تجد
في معظم الاحيان نتائجها بتبقى صعبه مقفوله يعني، ما عندكش مرجعيه تقدر تقيس عليها بدايه موسم وتروح بادي كده طص في ماتش زي ده. نتمنى انك تزو، وكابتن علاء قال نفس الكلام يعني. صحيح. طيب بمناسبه افريقيا يا جماعه، عشان تشوفوا اولا اللي عمله الاهلي في افريقيا في العقد الاخير ده وصل لفين. انت مبدئيا الحمد لله بعد 20 سنه يعني الربع او ال 20 سنه العقدين الاوليين من القرن الجديد، الاهلي على قمه الهرم الافريقي كنادي القرن حتى الان. لكن على المستوى اللعيبه، الاتحاد الافريقي من خلال صفحته على تويتر عمل تصويت للتشكيل الامثل داخل القاره في العشر سنين الاخيره، اخر 10 سنين التشكيل الامثل والافضل. ال 11 لاعب يا جماعه سبعه منهم اهلي. بصوا حجم الاكتساح الاهلاوي في التشكيل المثالي الافريقي. 10 سبعه من ال 11 يا باشمهندس اهلاوي. يعني حراس المرمى دينيس اونيانجو حارس صن داونز، لكن في خط الدفاع احمد فتحي، وائل جمعه، ستوبل سونزو، علي معلول. في خط الوسط المدافع حسام غالي وحسام عاشور. وفي الوسط الهجومي وليد سليمان وبيرستاو وخام بليات. وخط الهجوم سماتا اللي كان مهاجم مازيمبي الكونغولي واحترف في الخارج. ويعني انت بتتكلم في العقد من 2010 ل 2020 يا باشمهندس سبعه اهلي. طيب كل ده حلو ويخليك مبسوط وتقول ان انت الاهلي بابا اللعبه في افريقيا ويرد على حاجات كتير جدا، لكن اهم حاجه بيرد عليها هو التصويت ده كان بين النقاد والجماهير ولا الجماهير ولا النقاد بس ولا ايه؟ الجماهير. الجماهير. اذا ده معناه ايه؟ معناه يا جماعه طالما ان الجماهير هي اللي بتختار، يبقى النادي اللي عنده اكبر جماهيريه طبيعي جدا هيبقى مؤثر في هذا الاستفتاء باكبر تاثير. ايوه. ولما يجي المنافس بتاعك اللي بينازعك حتى في الجماهيريه مش بس في البطولات، ويقول لك انا وانا وانا والتاريخ والجغرافيا وكده، يقول لك انا الاكثر شعبيه، وبعدين يبتدي يلوم جماهير الاهلي انتوا بوظتوا لنا الاستفتاء لانكم تدخلتوا قلبتوه لصالح خامه باليد. اولا خامه باليد عشان تبقى عارف لعيب مهم جدا، كان في جنوب افريقيا بيلعب في انديتها، وحاولنا نجيبه كتير، لعيب بلاي ميكر من الطراز الرفيع. حاولت معاها؟ حاولنا، مش انا بس، انا اهتمينا بيه. اهتمينا بيه اخر اربع خمس سنين، من سنتين كده يعني. وانت نازل. وكان الكابتن حسام البدري شاور عليه فتره ومش عارف مين فتره وكده. فهو لعيب مميز جدا جدا جدا. يخش النادي الاهلي يغير التاثير. وطبعا بيرسي تاو مؤكد النادي الاهلي وقف في ظهره وهو من جنوب افريقيا. ده انت التشكيل ده بس كابتن عصام الحضري لما كان اعتزل فعلا. عايز اقول ان او داخل على الاعتزال يعني، عشان كده هو بره. هو انت بتقول من 2010 ل 2020 كان في المراحل الاخرانيه، هو مشي من الاهلي في 2008. ايوه. ولو كان استنى كان دخل في اذا الجمهور. نرجع تاني نقول طبعًا. الجمهور. دليل دامغ على حجم شعبيه النادي الاهلي طبعا، فده اللي يهمني اكتر من الاختيارات يعني، لان مش يهمني، لان انا كنت عايز اثبته عشان الناس بس اللي عايزه تخش في لجج في هذه الامور، كل شيء يجي لها يا استفتاء رسمي يا قيمه تسويقيه يا استفتاء شعبي. يحسب لك الامر. ده كلام مهم جدا يا جماعه، واعتقد ضربه البدايه مهمه جدا. ان انت تلعب في المنستير او في سوسه، انت بتقيم في سوسه وهتلعب في المنستير، انك تبدا ضربه بدايه بره الارض
العودة بعديها كمان على يوم 15. أعتقد كل الناس عندها شغف كبير جدا تشوف الأهلي في شكله الجديد، بفنلته الجديدة، بجهازه الفني الجديد، بأفكاره الجديدة. فإن شاء الله تكون ضربة بداية قوية جدا للأهلي من المنستير يوم الأحد إن شاء الله. لكن الحياة زي ما انتوا شفتوا فريق العمل هناك، يعني كريم أحمد حطينا في الصورة ومعاه محمد دكروري ومعاه فريق العمل من القناة قايمين بدور كبير جدا، وبإذن الله تعالى ينتقلوا من سوسة للحمامات عشان يطمنوا جمهور الأهلي عبر قناة الأهلي على فريق كرة اليد. وإن كان الأهلي بإذن الله تعالى يتجاوز الزمالك يوم غدا إن شاء الله، عنده لو هيلعب فاينل بإذن الله هيبقى يوم ماتش هيبقى يوم الحد في نفس ماتش الكورة، فهتبقى فيها تضارب. يعني ما هو بس الكورة بتقش. ده كان كلام مهم جدا، لكن يبقى هناك كلام كثير بعض متلسانه. سكوت العلم هيتكلم. سكوت بقى لانه الموسم الكارثي اللي قفشه اتكلم عليه شاف حاجات كتير قوي، وشاهد يمكن لاول مره يحصل هذا العدد العجيب الغريب من الاصابات، وانه كيرف الاداء بتاع الاهلي ينهار، مش بيتراجع بينهار، المؤشر انهار فجاه. انت لغايه الاسبوع 15 او 16 انت احسن فريق، والاهلي عنده احسن سكواد، وبيتسو موسيماني محظوظ ان عنده اللعيبه دي، ثم من بعد الاسبوع 16 فجأة انهيار شديد، انهيار سريع في مستوى الأداء، في النتائج، في الحالة البدنية، في الحالة النفسية، في الحالة الذهنية. كانت أوضاع كارثية زي ما وصفها أفشة. إيه اللي حصل؟ عندك تفسير قبل ما أدخلك في بعض التفاسير؟ لا، نسمع التفاسير وشوف نتفق معاه ولا لا. علميا الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني كان ضيف الكابتن أحمد شوبير، اتكلم الدكتور محمد أبو العلا عن الوضع الحالي إيه؟ يعني عن أنت تابعت لقاء أبو العلا يا باشمهندس؟ تابعته وانبسطت من كلامه. لأن كلامه فسر حاجات كتير جدا، لأنه أولاً ده مش طبيب النادي الأهلي، ده طبيب المنتخب. فلما يتحدث بيتحدث بقى بموضوعية المنتخب ونظرته المحايدة في كل وتعرض لتفسيرات مهمة جدا. ايوه. عايزين نبتدي نسمعها. طيب لا، وانا اسيب لك شبانه يعني بصراحه. هو انت عدل ما كانش عايز الفيديو ده، بس انا عايزه. طب ما نبتدي بالمهم. لا، انا المهم عندي، لان محمد شبانه غير ان هو صاحبي، لا اتكلم كلام كويس على واحد صاحبنا كمان. نشوفه. هل شركة الكورة أو المجلس اللي استلم يكمل عمل المجلس اللي فات؟ أنا عجبني المهندس عادل القيعي في تصريحاته لما قال إحنا بنكمل، وإن الكابتن أوساد ياسين منصور ده راجل عظمة في النادي الأهلي، محدش يقارنه بيا ولا يقارني بيه، ده راجل عظيم جدا. سيبكم مش يعني مالناش دعوة بالشغوص بقى يعني، لكن الفكرة في الامتداد، ده بيكمل ده بيكمل. بنقول الأهلي نموذج لطيف وجميل، احنا بنقول حاجة إيجابية فالأندية تعمل زيها، على كل الأندية تفكر بنفس الطريقة دي. طيب الحقيقة هو تقدير في محله، لأنه عايز أقول لكم يمكن مش هينفع المهندس عدل يتكلم عن نفسه، لكن كلامه على التشكيل السابق لشركة الكورة والاستاذ ياسين منصور والمهندس مصطفى فهمي والكابتن علاء عبد الصادق والاستاذ عمرو شاهين عبر بدقه شديده جدا عن تقاليد النادي الاهلي وعن اخلاق قيادات الاهلي ورموزه. هو ده الكتالوج اللي دايما بيستخدمه اللفظ الباشمهندس عدلي، هو ده كتالوج الاهلي، مفيش حد بيمحي اللي قبله، بيضيف عليه، هو سباق تتابع، كله بيضيف على افكاره، محدش بيبدا من الصفر، ومحدش بينكر اللي قبله، ومحدش بيلغي، ومحدش بيحجر على اللي جاي كمان بالمناسبه. ف
فكان رأي الزميل محمد شبانة مهم جدا. وبمناسبة شبانة، يعني شبانة أراءه الموضوعية واللي بيراعي فيها قدر، أنا شايف إنه فيه قدر عالي من المهنية والمسؤولية. لبسوا له حاجة قال لك شبانة بيقول إنه الأهلي اتحجز على رصيده والأهلي والأهلي والأهلي، وبعدين يثبت إنه اللي عملوا كده جمهور لنادي الزمالك، وإن الكلام اللي كان شبانة بيقوله بالوثائق والمستندات اللي عنده زي ما قال على نادي الزمالك، شالوا كلمة الزمالك وحطوا الأهلي. ما هو ده نهج يا أستاذ إبراهيم. هم دلوقتي لما لو تفتكر الكابتن خالد الغندور في القضية ممكن بدأ يستخدمها. ده نهج. كل حاجة يقلب عليك، كل حاجة يقلب عليك، تقول شعبية يقول لك أنا، تقول نادي القرن يقول لك أنا، الوطنية يقول لك أنا، أي حاجة هتقولها أنا. فهو ده نهج. وهو نهج بعد شوية ما بيتكشف بيخليك ما تنزعجش. لأن الناس فهمته خلاص. أنت عايز تشوف نفسك عتريس هتشوف نفسك عتريس. عايز يعني المهم إن أنت تكون باصص في المراية مصدق الكلام ده. لأنك أنت أما تقعد تقول لا ده أنا، لا ده أنا، لا ده أنا، فما يجي يوصل إن شبانة بيتكلم وبينتقد أوضاع معينة يروح شال الكلمة دي وحطت الكلمة دي ويقول لك الأهلي بيتحجز على، يعني هو أنت كده خلاص اتحجز على أموال الأهلي، ولا عايز الناس تعيش القلق للحظات؟ طب كسبت منها إيه؟ ولا حاجة. بعد شوية هتظهر الحقيقة وخلاص. فمعرفش معرفش النهج ده يعني كان في الأول قد يكون مؤثر، لكن اتفهم اتفهم. وده اللي أنا بقوله بقى كل رسالة لجمهورنا والله عشان الحاجات دي. لأن وإحنا مشغولين بننتقد بعض الناس عمالة تمرر ترمي لك حاجات، ترمي لك حاجات يعني ما تنفعش تلبسها أنت يعني. فخلينا ما نشغلش بنفسنا إلا في المفيد، يعني في الإيجابيات، لأن السلبيات بسم الله ما شاء الله في مليون واحد عمال يخترع لك سلبيات. طيب الأهلي عمل عقد ملابس مع شركة عالمية، واحدة من أهم شركات الملابس العالمية، اللي من خلالها الأهلي يكون في مصاف الأندية العالمية الكبيرة. تتخيلوا أنه يطلع برضو زميل في قناة الزمالك يقول لك مين قال الأهلي عمل اتفاق مع شركة كذا؟ الأهلي راح اشترى منهم فانيلات فادوله فانيلات بسعر مخفض. طب ما ده اتفاق لو هي الحقيقة يعني. طب هو يعني بس مش دي الحقيقة. في حد بيروح يشتري فانيلات تديها له سعر مخفض ويديله عليها 10 مليون جنيه؟ يعني مين اللي بيشتري بكده؟ وبعدين ايه اللي يضايق الناس ان الاهلي يعمل عقد مع شركه كبيره؟ ما هو الاهلي كبير. لا يعني انا عايز اعرف، طب انت لما قلت كده ايه ايه الفايده اللي عدت عليك؟ اول مره اعرف ان الاهلي يعني ما بيعملش حاجه. يعني هي وده كل همك في الحياه تثبت ان الاهلي ده ما بيعملش حاجه، ده الاهلي ده مش عارف ايه. طب صوت انت، انت عملت، اتكلم بقى انت بالظبط. يعني انشغل بنفسك شويه. طوبى لمن شغلته نفسه عن عن عيوب الناس. ما تفضلش كل همك ومكرسه ان الاهلي وحش. ما انت قلناها قبل كده. يعني احنا وحشين، طب انت اتكلم عليك انت كويس وسيب الوحش بقى، طالما انه وحش ما تنبهوش يا اخي انه وحش، انت عايز يصلح نفسه. محمد شبانة برضو رد على حكايه الفانيلات والتعاقد. الاهلي عمل تعاقد مع شركه ملابس عالميه ضخمه جدا، هذا التعاقد لم يحدث لاي نادي يمكن في الشرق الاوسط كله. تخيل بقى كل شركات الملابس اللي بتلبس في مصر تقول لك ايه، انا هديك جزء من احتياجاتك السنويه والفريق الاول فقط وانت كمل بقى اشتري. يعني شركه اكس بيقول لك انا هديك مجانا ربع احتياجاتك وانت الثلاث ارباع اشتري مني، فيبقى هو محقق ارقام وارباح واضعاف اضعاف اضعاف اللي اداهولك، مستغلا اسمك ومستغلا قيمتك ومستغلا جماهيريتك وانت مش داريان. الاهلي جابوا الشركه العالميه دي وعملوا معاها ديل تاريخي. انا بس عايز اقول الكلام ده لجمهور الاهلي اللي حتى يفخر بالاتفاق اللي تم. يعني بدل ما الناس ما يتزنق في فكرة أصله الديزاين، أصله تقليدي، أصله كلاسيكي، أصله مقلد، يعني دي أكبر شركة في العالم.
يعني يعني ما, ما يعني ما حدش يقدر يتكلم عليها يعني. والشركه دي لما بتتفق ما بتروحش تضرب الهدوم دي في مثلا في دمنهور. دي ملابس بتيجي من اوروبا مخصوصه للنادي الاهلي، ومحدش عامل الديل ده على فكره في الشرق الاوسط الا النادي الاهلي. الشركات الكبيره اللي زي دي مش اي نادي في العالم تقول له خد لبس وخد فلوس. زيه بقى زي ريال مدريد، زيه بقى زي 30 نادي في اوروبا فقط اللي بيعملوا كده. الانديه ايه؟ الانديه الكبيره بتاخد لبس زائد فلوس. فالاهلي واخد ملابس السنة لكل قطاع الناشئين لأول مرة في التاريخ نادي مصر يعمل كده، زائد 500,000، ما يقارب من 500,000 دولار سنوي كمان بونص. بحكي القصة دي ليه؟ عشان تقلد الأهلي. ما هو الشطارة في إيه؟ إيه شعبية، جماهيرية، حرية، وطنية، ولا الشطارة إن أنا الشعبية أحولها لفلوس، الجماهيريه احولها لفلوس. طيب هو هو طبعا مفيش شك ان الصفقه هايله ومترتبه بشكل محترم. ايوه. والكواليتي بتاع الملابس عالي جدا. اشهر شركه مش هنتحرج هنا ان نقول اديداس يعني، ده بتلبس النادي الاهلي رقم واحد على مستوى العالم. ايوه. يعني حاجه و70% من الانتاج العالمي شركتين منهم اديداس على مستوى العالم. لما تلبسك، وهي لبستنا قبل كده بس من الانتاج اللي هو كان في الاقليمي يعني. ايوه. المره دي بتلبس من المذر كمباني اللي هي الشركه الرئيسيه الام. ايوه. واحد كواليتي عالي. اثنين الحوافز اللي محطوطه 200,000 دولار بحوافز تصل الى $500,000 طبقا لحاجات معينه، مقابل انهم هيحطوا اسمك ويعني يسوقوا هم كمان. يعني اسمك كمان هيبذلوا جهد تسويقي خارج مصر. تمام. فكل دي مكاسب. اللي عمل هذا الديل لازم، فما تجيش تقول لي ان انا النهارده لما اقول انا مش بقول كلام يعني دبلوماسي يعني، لا أنا أعنيه إن في ناس عملت جهد سابق يبنى عليه، وعملت بعض النماذج الحلوة في صفقات حلوة، لازم ياخدوا الكريدت أو ياخدوا حقهم فيه يعني، ما هياش تفضل من حد يعني. الصفقة دي الأستاذ شبانة بيقول هي صفقة غير مسبوقة حتى على مستوى المنطقة. دي ليه؟ لمكانة النادي الأهلي، لثقة هذه الشركة. ولما بيقولوا من $200,000 بحوافز، يبقى الطرفين عندهم ثقة انهم يقدروا يعملوا انجازات اللي ياخدوا الحوافز دي بيها. التجارب السابقة كان فيها نماذج قريبة من كده، بس ما كانتش بالميزات الكبيرة قوي دي. كان في برضه مبالغ بس مش كبيره كده، مقابل انك انت لما تيجي تلعب في كاس العالم تاخد كذا وتعمل مش عارف، كان في بس مبالغ بالجنيه المصري وكانت مش كبيره قوي وقتها، يمكن كانت تبدو معقوله يعني. زائد ان كان بيديلك لبس ويلبسك الناشئين مثلا بتخفيضات، انت بتاخد دلوقتي حجم ملابس مجانا بالكامل. البعض عادي برضو يقول لك اصل الديزاين، ما هو الديزاين ده مش ده الديزاين المتوفر في المخازن، انت السنه دي بتبتدي بدايه قويه هيبنى عليها بدايات فيها تطوير. وبرضو الصفقه كان فيها كده يعني، مش هتشامل اللي يقول لك اللي جاي عمل لا هيتعمل ديزاين مخصوص للنادي الاهلي في المواسم القادمه. احنا لازم اي جهد يتعمل نفخر بيه بدل ما نقعد نتكلم في تفاصيل سلبيه ونضيع وقتنا فيها. طيب هذا العقد الكبير مع اديداس لقي ايضا تقدير من المحللين والخبراء والنجوم العرب، منهم النجم العراقي والمحلل الكابتن ميثم عادل. نشوف. عندما تكلمنا في حلقه سابقه عن القيمه السوقيه وقوه
براند وماركه شعار النادي الاهلي، وكيف ان شركه مثل امبرو وهي ليست الشركه الاكبر في العالم ربحت الملايين او كسبت الملايين من رعايتها لقميص النادي الاهلي. اتهمنا البعض من السفهاء والسذج بالاطراء والمغالات ومجامله النادي الاهلي. واليوم جاء الرد سريعا عندما تعاقدت شركة إديداس العالمية اللي هي من أكبر شركات التجهيزات الرياضية مع النادي الأهلي لترعى قمصانين، لأنها قررت المشهد وعرفت أن النادي الأهلي يوازي بايرن ميونخ ويوازي ريال مدريد في قيمته. هو لمس نقطة مهمة جدا، شركة مش مصنفة، أمره شركة إنجليزي وشركة محترمة طبعا، بس مش هي الأقوى على العالم. هو الشركتين الألمانيتين دول هم أقوى حاجة على العالم. أيوه. إنما معنى كده إيه؟ لما تيجي شركة زي أديداس تكون حريصة تاخد بميزات أكبر بكتير، تسترد إن هي وتقول لك من المنتج اللي عندي في ألمانيا، يبقى دي مكانة النادي الأهلي. وده أنا دايما بقول الشراكة أستاذ إبراهيم، يعني شركاء النجاح دول في كل حاجة، في الرياضة، في الصناعة، في التع... هم لازم تبقى زيجة متكافئة اجتماعيا، مش مهم الناحيه الماديه بقدر اجتماعيا والمكانه والوجاهه والتاريخ والعراقه والثقافه، دي اللي بتنجح. ايوه دي بتنجح العلاقات في الشراكه. وفي ناس بتروح لحد تقول له اسمك مقابل انا حمول وانت بالاسم، وفي ناس ثانيه تقول لك انت بالخبره والنو هاو وانا بال وفلان بالاسم وانا بالفلوس. اذا الحاجات دي ليها تمن، تاريخك له تمن، جماهيريتك ليها تمن، بيترجم في شكل هذه. كل ما تعمل صفقات تجارية من هذا النوع أو رعايات من هذا النوع أو صفقات في البث من هذا النوع، تذكر لماذا؟ لأنك صاحب العراقة والتاريخ الأهم والشعبية الأكبر. ده كلام مهم جدا مع بعضه، صاحب الشعبية، صاحب التاريخ، صاحب البطولات. لكن على المستوى العلمي ايه اللي حصل لك السنه اللي فاتت؟ بعد الفصل. دي مهمه جدا. بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. انا ليه بقول لكم سكوت العلم هيتكلم؟ لانه في توصيف وتشخيص ما حدث الموسم اللي فات، الموسم الكارثي على حد وصف أفشة للاهلي، كانت فيه اسباب حقيقيه، اسباب علميه ما حدش وقف عندها، والناس راحت في سكك تانيه بعيدة عن الحقيقة، إلى أن تحدث العلم. دكتور طارق الأدور وهو دكتور طبيب، الرجل الحياة، قال لك في عدد كم إصابة للاعيبة الأهلي في الموسم الماضي، الموسم الكارثي؟ الإصابات كل الموسم كام؟ 168 إصابة، منهم 62 في الأهلي بس. نشوف الدكتور طارق الأدور. إحنا عندنا في الدوري السنة اللي فاتت 168 إصابة. يا نهار أبيض. منهم 62 إصابة في الأهلي بس. أنت بتتكلم جد؟ والله 62 إصابة. خد بالك 62 إصابة إيه؟ في لعيب زي السولية اتصاب في كأس العرب، واتصاب بعد كأس بين كأس الأمم وبين تصفيات كأس العالم، واتصاب الإصابة الأخيرة، يعني ثلاث إصابات للسولية. نعم. بس الشناوي إصابتين. نعم. علي معلول ثلاث إصابات. في لعيبة اتصابت من ثلاثة إلى أربع مرات. تكررت الإصابات. وأنا مرة قعدت أحسب كده، لعيب مثلا عقده 2 مليون دولار. ايوه. وكتير من اللعيبه بقى عقودها كده، يعني 40 مليون على انه هيلعب لك 9 شهور. لما انت تفقده شهرين، في شهر ونص، في مثلا في 3 اسابيع. انت عارف حضرتك يمكن كنت في الطريق، الدكتور برضو اتكلم في النقطه دي. قال انه حسبوا خسائر الانديه من اصابات اللاعبين السنه اللي فاتت في اوروبا طلعت 700 مليون يورو. بنفس اللي حضرتك بتحسبه ده. هو ما صرفش حاجه. انا لعيب هديله مثلا 40 مليون في 9 شهور، منهم نصهم هو ما بيلعبش. أيوه. يبقى انا خسرت مليون، وده مليون، وده 2 مليون، وده 3 مليون، وهكذا. فعلا الارقام بتوصل الى هذه الخسائر. هم حسبوا لك حوالي 700 مليون دولار او اورو يعني في اوروبا يعني. طيب. ما عدا بس حته واحده، ان محمد صلاح طبعا لاعب اكتر لاعب في العالم 66 مباراه. السوليه لعب لغايه ما اصيب 64 مباراه، وكان باقي للاهلي 20 مباراه تقريبا او 19 مباراه بالظبط. كان هيخش ب 84 مباراه. انت متخيل حاجه غير ادميه. حسبوا. خلي بالك انه محمد صلاح لما بيتحرك فبيتحرك من اسبانيا لايطاليا
لانجلترا، سفريات ساعتين لفرنسا، سفريات ساعتين وطائرات مجهزه وطائرات معظمها خاصه. وبعدين انا عارف الجول باتنين. نعم. انا بقول المباراه بره ملعب الفريق دي تتحسب بمباراتين. انت ما بتتمرنش في السفر وما بتتمرنش في العوده من السفر، يومين طايرين تدريبات. صح. واجهاد وما فيش نوم، ولو لو سفر اوفر نايت ما بتنامش طول الليل، لو سفر بالنهار ما بتعرفش تتمرن. يعني لما هو حسبها كمان بالفلوس. ايوه. وعشان كده كان في قرار من الاتحاد الدولي مثلا ان لو في كاس العالم لعيب اتعور في تعويض للمسمى في علاجه، وان المنتخبات تتحمل علاج اللعيبه دي. ايوه. لان اصبح المساله كارثيه انك تفقد لاعب. ده احنا عندنا في لعيب اتنين جالهم اصابات صليبي وقبلهم اتنين كل سنه، يعني شوف الملايين اللي انت بتخسرها. ايوه. غير خسائر الفنيه بقى. طيب، من 500 ل 600 مليون دولار خسائر الانديه في العالم في السنه بسبب الاصابات. خسائر الاهلي كانت كبيره جدا. وهنا يبرز رقم على فكره. عمرو السوليه اكتر اللعيبه شاركت، لدرجه انه شارك في 64 مباراه الى ان اصيب. الى ان اصيب، وكان باقي للاهلي 20 مباراه كمان لسه. يعني كان هيروح في رقم بعيد جدا لانه كان هيفضل يلعب. صلاح اعلى رقم في العالم السيزون اللي فات 66 مباراه، بينه وبين عمرو السوليه ماتشين، وصلاح بيلعب في اوروبا. على راي كابتن شوبير التنقلات ارحم واسهل كتير من اللي حصل في سفريات افريقيا. فيتلاحظ انه السوليه الاكثر مشاركه هو الاكثر اصابه، ودي العلاقه الطرديه المباشره. السبب مفهوم جدا، الاصابات اللي جات لك اكثر ثلاث لعيبه زي ما طارق الادور قال، عمرو السوليه والشناوي وعلي معلول، هم اكتر لعيبه شاركت. طبعا المساله منتهيه ومحسومه. عشان كده كان القرار المهم جدا للنادي الاهلي باراحه لعيبته. حكمه. طبيب المنتخب الدكتور محمد ابو العلا رايه ايه في القرار ده اللي كان فارق فعلا؟ يمكن النادي الاهلي لما عمل قياسات بدنيه وتصورت فعملت رد فعل كويس، لان عايز اكلمك على اصابات النادي الاهلي، لانه في ناس كتيره جدا معاك في المنتخب. هل بالفعل بتفرق للدرجه دي؟ هو برضه كمان عشان ما نظلمش بس النادي الاهلي، هو ما كانش عندهم فتره اعداد اصلا عشان يعملوا ده. صحيح. ده صحيح. فهم كانوا موسم في موسم في موسم في موسم. بص كابتن، احنا الشغلانه بتاعتنا دلوقتي فيها حاجه معروفه لينا كلنا كدكاتره، يعني كل ما هزود معلومه عن اللعيب صح، كل ما هقدر احميه وهقدر احافظ عليه حتى لما يتصاب. القياسات مهمة جدا جدا جدا، في حاجات لو اتصلحت في البايوميكانكس تفرق جدا مع اللعيب. حضرتك سألتني على الإصابات النادي الأهلي، اللعيبة دي بقى لها، احنا في حسبة انا لما كنت بحسب عدد المباريات اللي اللعيبة بتاعتنا لعبتها، فكان صلاح أول واحد 66، وبعدين كان حمدي فتحي وعمر 55 و53. ده رقم ضخم جدا. أيوه صحيح. وهم تعالى ندور على فترات الراحة بتاعتهم، ما فيش، مش موجودة. مش موجوده، ولا راح بيراح يومين بيراح ثلاثه. ده مش كافي. أمر جدا صعب. احنا محترفين بتوعنا بيفصل ثلاث اسابيع مقفولين، ما يعرفش اي حاجه عن بدني او عن كوره. اسبوعين بعدهم يبتدي يعمل حاجات خفيفه في اجازته. ده ما كانش بيحصل مع لعيبه الاهلي. لا خالص. وهي دي مشكله كبيره في الجدول بتاعنا. الاجازه اللي خدها لعيبه النادي الاهلي الاجباريه لعدد من اللعيبه الدوليين، وبدا يلعب بلعيبه من الصف الثاني او لعيبه بروميسنج، وبداوا يظهروا بشكل جيد، شايف انه ده هيبقى له مردود في السنه الجديده؟ طبعا كابتن، يعني زي ما قلت لحضرتك، على الاقل اللعيبه اتيحت ليها فرصه ان هم يستريحوا زي بقيه زمايلهم يعني. انما احنا لان اللي بيحصل في كره القدم العالميه دلوقتي، واحنا جزء منها يعني، احنا مش عايشين في كوكب ثاني، ان عدد المباريات بيزيد جدا. سواء المباريات على مستوى الانديه او على مستوى الدولي، المنتخبات بيزيد جدا. فاحنا اي حاجه نقدر نحمي بيها اللعيبه يا ريت نعملها، ومحبذه جدا. اي حاجه نقدر نحمي بيها اللعيبه يا ريت نعملها. والله كلام مستر مانجو سيب في بدايه العقد، من يوم ما جه و2005، لما جينا في 2006 كان له هذا التصريح الشهير جدا. اللعيبه بتاعه النادي الاهلي والمنتخب هيدفعوا ثمن المواسم المتلاحقه في شكل اصابات
متكررة لأهم النجوم، وده اللي كان بيحصل برضو، بس ما كانتش بالكثافة دي لأن في تراكم يا أستاذ إبراهيم. صحيح. العدد الماتشات زادت قوي كمان، ما كانتش كده. كان 114 نادي ثم 16 دلوقتي 18. وكان يعني كان هو بيكسب بدري فبيريح اللعيبة، فكان بيقدر يتحايل على الموضوع. يعني أنت بس الموسم اللي فات ده يمكن من 5-6 سنين أنت ما خدتش فترة راحة غير لبعض العناصر الموسم الماضي، بعضها للإصابة بعضها لأنك أنت قررت أنك أنت بقى تكون واقعي وتريح اللعيبة، لدرجة أن أحمد عبد القادر وهو مش من أكتر اللعيبة المستهلكين يعني، بس حاسس بزمايله، قال أن أحسن صفقة اتعملت هي قرار اللعب بدون بالناشئين وإراحة اللاعبين الكبار وخصوصا الدوليين اللي هم يعني اتمزعوا بين المنتخب والنادي الأهلي. طيب الدكتور أبو العيلة اتكلم عن إصابة الشناوي لأن أثارت جدل كتير وقتها، نشوف قال إيه فيها. إيه لما بيطلعش الملعب غير إيه؟ عارف مع محمد أبو سويلم في الفيلم بتاع الأرض، مش هيطلع. روح، عزيمة، إصرار، إخلاص، أدي صورة محمد الشناوي الحقيقة في ليبيا. في ليبيا، وأنا كنت عارف إنه اتصاب في التمرين، ولما سألت على الإصابة اتخضيت إنه ضربة كورة في احكي لي شوية في الموضوع ده، لأنها فضلت بقى تستمر شوية وبعدين بدأت في ليبيا وبعدين رجعت تاني في بطولة الأمم. كانت هي ولا كانت متغير؟ احكي لي. هي ما دي مهم، دي بس الأولانية كانت فعلا شوطة كورة بتاخد محمد الشناوي، صح كده؟ عشان بس ما كنتش بقول كنت احنا برضه كابتن حظنا كويس شوية دلوقتي إن احنا بنصنع التمرين، فمحمد في التمرين كانت غريبة جدا، يعني هي كانت كورة من قريب وشوطة يعني وخبطت في ظهر رجليه. خبطت في فخده من ورا. بالظبط. نعم. ففضلنا بقى يعني قعدت اجيب، انا عايز محمد يا ابني طب ما اتزحلقتش، طب ما اتفنجدتش، ما انت مستغرب ما ردتش عليك قبل كده؟ لا. ان هي تبقى بينفل للدرجه دي يعني. وبعدنا فعلا التمرين، عدتوه بالتصوير؟ عدنا بالتصوير. هي شوطه. فهو كان السؤال هنا، هل محمد ينفع يلعب ولا ما ينفعش يلعب؟ نعم. فهو كان ينفع يلعب. كان ينفع يلعب. هو ساعتها في الكوره دي لما شاط ايده ورجل حس بحاجه. ايوه. حس ان هي كلبشت. فساعتها انا منزلت على طول. انا عايز زي ما حضرتك بتقول محمد مش هيقعد على الارض الا في حاجه. فخلاص على طول. هو حتى بيقول لي طب انا خلاص رجليها فكت وهقوم اكمل. عايز يلعب؟ قلت له لا. خلاص. وده كان حمايه لي طبعا. سبب التكرار بقى في بطوله الامم؟ لا هي دي اصابه ودي اصابه. اصابه ثانيه خالص. دي اصابه في مكان ثاني، في عضله ثانيه اصلا، بس في نفس الرجل. في نفس الرجل اليمين. ما هو بيشوط بيها، هو في نفس الرجل اللي بيشوط بيها. خلي بالك لما تبقى مجهد اي خبطه بتاثر فيك. بتاثر طبعا. وده اللي بنقوله. وبعدين الكابتن شناوي برضه هو يعني كان عايز يستمر ويلعب لانه كان عايش حاله رائعه جدا، لكن دفع ثمنها الاصابات المتكرره دي لانه اصبح الكيرف بينزل شويه. طب ده عايز يستمر رغم ان هي شوطه في فخده. ما هيتعور ازاي؟ فما بالك باللي عايز يستمر وعنده رباط صليبي، تصدقوا؟ نشوف الدكتور ابو العيد. خليني بقى اسالك عن الاصابات الفجائيه، بيحصل ايه؟ انا بنزل الاول لان هو كل مرحله فيهم ليها متطلبات. ايوه. المرحله الاولى بتاعت اسعاف اللاعب داخل الملعب فدي حاجه مدروسه. حلو. اللي بيتعمل خلاص هي 1-2-3 لان اول ما بيقع لعيب في الملعب. لان انا هنا بالذات لو انا في مصر يعني وحواليا، انا مش نازل دلوقتي بقى كجراح ومش نازل كدكتور طب رياضي، انا نازل كاول واحد هيسعف اللعيب ده. مسعف. فلازم كل خطوه تتعمل في مكانها. لو خدت خطوه غير قبل خطوه هضيع وقت. وانت في الملعب؟ وانا في الملعب. بجد؟ والله. فخطوه الاسعاف دي اول خطوه. الخطوه الثانيه القرار، هيكمل مش هيكمل. ما هو اللعيب هيقول لي انا عايز انزل. ايوه عايز العب. عايز العب. اول حاجه بالنسبه لي انا حكم. يعني اكرم حبيبي دب رجليه في الارض زي ما حضرتك بتقول كده، قال لي انا نازل. ده ساعه رباط الصليب. قلت له نازل فين؟ قلت له اكرم يلا حبيبي خلاص. اول مره هذيع سر، انا كلمت الدكتور محمد ابو العيله، كلمته بالليل لان انا ده منتخب بلدي يعني. فكان بدا بقى كلام اكرم قصه، فقلت اساله يعني. فقال لي اكرم، وقبل ما الناس تعرف يعني، قال لي اكرم رباط صليبي. عرفت ازاي؟ يعني اذا كان لعيب قام وضرب رجله وعايز يلعب. هقول لحضرتك، طبعا احنا بيبقى حظنا سيء في ساعات كتير في ان احنا مش بنشوف اللقطات. اكرم انا شفتها.
يعني شفتها وانت قاعد بره شفتها ونزلت عليه جري بيبقى فيه علامات احنا لينا كدكاتره الطب الرياضي والخبره طبعا بتفرق ان اللعيب لما بياخد ركبته عليه بشكل معين بنبتدي نشك ومع الفحص الحقيقه لان انا مش بعمل فحص لكل الناس بس في مواقف معينه الموضوع يستوجب فحص عملت الفحص في ساعتها خلاص كانت الامور واضحه ما عندكش شك لا يعني هو طبعا في الاصابات المفاجاه دي الدكتور قال انا بالخبره اقدر اشعر ان الاصابه دي ممكن تبقى جاده جدا ولا يستجيب لرغبه اللاعب انه عايز يكمل اصل دي حصلت لمحمد محمود اول ما جات له اصابه كمل وزادت عليه اكرم طبعا بالروح القتاليه اللي عنده دب رجله في الارض عضلاته قويه يمكن ما حسش بيها قوي لكن الدكتور قال له يلا حبيبي وطلعت انها اصابه كده ويمكن ده اللي عجل بشفاء اكرم يعني انه ما كملش زائد طبعا السمات الشخصيه بتاعته طيب شفنا الراي العلمي في اللي حصل وشفنا توالي الماتشات والضغط الشديد هو اللي ادى للاصابات الكتيره العجيبه ديت لكن كنا بنتكلم قبلها فيما يحققه الاهلي من مكاسب وكلام شبانه وفكره انك انت ليه مش كل نادي يشتغل مع نفسه الغريب جدا واحد زي الكابتن جمال عبد الحميد الراجل حاليا هو عضو مجلس اداره في نادي الزمالك ماليش دعوه بحته ان موقفه القانوني ايه وماليش دعوه انه كل ما يتحط رئيس بعثه الوزاره تتحفظ على ده لان عندها قرار سابق كل الشكل القانوني ده لا يعنينا ابدا لكن الكابتن جمال دلوقتي راجل بيشغل منصب في نادي الزمالك هو عضو مجلس اداره ايه فكره انه الراجل عنده يعني حرص شديد باستمرار على الإساءة للنادي الأهلي من خلال علاقته بالنادي وما حدث فيها وما حدث فيها كابتن زيزو أعتقد زيزو يعني كابتن زيزو أصدق الصادقين ما حدش يقدر أبدا يشكك في صدقه حكى الحكاية اللي مش عايزين نرجع لها تاني لكن حرص الكابتن جمال عبد الحميد على رجم الأهلي باستمرار استفزت زميل له في نادي الزمالك الكابتن بدر حامد فابدا انزعاجه واستغرابه نسمعه انا بعيب على كابتن جمال عبد الحميد الفتره اللي فاتت دي ان هو عنده يعني الله اعلم اجنده خفيه انا النادي الاهلي عمل فيا والنادي الاهلي رماني في الشارع والنادي الاهلي وداني ده كابتن جمال الكلام اللي انت بتقوله ده بقاله 40 سنه انت طالع تتكلم في الكلام ده ليه دلوقتي انا زعلان من في مواضيع بتتفتح دلوقتي ملهاش اي علاقه بالقصص. خلي بالك كابتن جمال حميد عضو مجلس اداره نادي الزمالك. برضو عضو مجلس اداره مشكوك فيه لان الوزير ما وافقش على السفر بتاعه. فده مش موضوع انا موضوعي ليه نفتح ان النادي الاهلي رماني والنادي الاهلي وداني والنادي الاهلي سواني ده مواضيع فاتت عليها 40 سنه كابتن جمال. يعني هو الحقيقه اي انسان بيفكر وعاقل هيوصل لنفس النتيجه دي والكلام ده هو هذا الاستغراب والاندهاش ايه اللي خلاك بتتكلم قال له عنده اجنده خفيه وايه المظلوميه اللي انت مش موجوده اصلا انت عارف انت مشيت ليه قصرت في حق نفسك قصرت في مسؤوليتك تجاه ناديك ما ظهرتش الجديه انك عايز ترجع الملاعب بدليل ان الكابتن ابو رجاله اللي اداك الفرصه واخدك على مضض وبيقول لك مش هديك فلوس غير لما نعرف انت هترجع ولا لا كل ربنا كرمك لانك يعني ضغطت على نفسك واجتهدت عشان ترجع بقى نتيجه ان انت حسيت بجديه انك انت هتبطل كوره ربنا كرمك وانت لعيب كويس ما حدش قال انك لعيب وحش لكن كمان عايز ترميه على النادي الاهلي بالطريقه دي ما يصحش واحد يعلمك يعني ايه انت نشات في بيت ما يصحش تنسى فضله عليك حتى لو مشيت منه حتى لو مشيت منه ما يصحش تنسى فضله عليك على فكرة الكلمة دي كان قالها كابتن شوير وجه لوم عنيف وشديد وصريح لبعض أولاد النادي الأهلي اللي ما بيشتغلوش فيه أو عندهم زعل ماء إنه باستمرار يسيئوا للنادي الأهلي وبعدين يسيئوا وبعدين يقولك أنا ما أقصدش الكيان هم الأشخاص اللي بيديروا ده إيه ما هم الكيان على فكرة واحد زي جونيور أجيه يعني ما يقصدش البوابه والحيطان يعني انت بتقصد جونيور اجاييه سياسات وبتقصد جونيور اجاييه الراجل نيجيري
مشي من النادي الاهلي عنده مبرر للغضب، لكن متخيلين انه بني ادم محترم تمرت فيه علاقته بالنادي الاهلي. تكلم جونيور اجاييل اللي بنتمنى له السلامه بعد تعرض لاصابه صعبه شويه بكسر وهو في سموحه، تحدث في اون تايم سبورتس عن علاقته بالنادي الاهلي وبيعتبر النادي الاهلي ايه بالظبط. شوفوا اجاييه اللي عنده اصل. في الخمس سنين اللي انا قضيتهم في النادي الاهلي عمر ما كان في اي مشكله ولا في حد كلمني بطريقه وحشه خالص. الناس دول ساعدوني جدا، لكن انا ما فيش علاقه سيئه بيني وبينهم، علاقتي كويسه بيهم جدا. كنت اتمنى تعتزل في الاهلي؟ Actually that was my dream. ده كان حلمي، ده كان حلمي فعلا ان انا اتقاعد واكمل بقيه حياتي في كره القدم في النادي الاهلي، لان انا حسيت ان انا انجزت كتير جدا في النادي الاهلي، ولو لعبت رجعت للنادي الاهلي تاني انا بعتبره بيتي، وعارف ان الباب مفتوح ليا، وعارف ان لو الفرصة جت انا بتطلع ليها بشكل كبير جدا. رجوعي هيبقى شيء ممتاز ليا جدا، لكن دي كرة القدم. لكن لو حصل اي حاجة في المستقبل وجت اي فرصة انا مستعد ان انا ارجع للنادي الاهلي. يعني حالة من الصدق في وصف العلاقة بينه وبين الاهلي وجماهيره، وتقديره لقيمة وجوده في الأهلي وارتباط الجماهير بيه، وأنهم ما زالوا يقولوا له إحنا نتمنى رجوعك وننتظره. وشايف إن ده يعني بيساوي حاجة مهمة جدا 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 وممكن تفوق الأموال. يعني بمناسبة أجاييه النيجيري، الأهلي لو تفتكروا كان عنده إسحاق أول النيجيري، كان الأهلي جابه من أسوان، والراجل لعب في الأهلي وجي في نهاية الموسم كان عنده رباط صليبي. الأهلي ما سجلهوش، لكن الأهلي عمل له العملية وفضل يعالجه ويأهله وهو مش متسجل عنده. عارفين وقتها إسحاق أول اللي تمرت فيه أخلاق الأهلي العالية ديت، راح جاب زوجته وعاش في مصر وبقى مدرب في النادي الأهلي وممشيش من مصر من وقتها. ده تصرف النادي الأهلي، وده الإنسان اللي بيثمر فيه العمل الطيب. كتير وانيس بوجلبان وجيلبرتو وفلافيو، مفيش إيفونا. حد إيفونا. فيليكس وإيفونا. طب ما نسمع إيفونا. إيفونا بقى صاحب الدبابة الشهير اللي انتقل لأسوان، تحدث لأون تايم سبورتس عن علاقته بالأهلي وجمهور الأهلي. نشوفه قال إيه. كان هذا العصر بالنسبة لي لا يمكن نسيانه. الوقت الذي لعبته في الأهلي لا يمكن أن أنساه. دائما أقول أنني لعبت مع جيل من اللاعبين، كنت محظوظ بأنني لعبت مع هذا الجيل من اللاعبين في النادي الأهلي. كان بينك وبين جمهور الأهلي قصة حب كبيرة، ما زالت؟ أعتقد نعم أن هذا الحب يوجد. الحب لا يموت، من المستحيل أن يموت الحب، لن يموت هذا الحب أؤكد لك. إنه حب ولد من القلب. هذه العلاقات المستمرة مهما قصرت المسافات أو طالت، لأي حد صادق مع نفسه مش ممكن هيقول لك لا ندمان على لعب للنادي الأهلي، خصوصا لكسبوا منه أموال وفلوس وبطولات، ولا وخدوا وظائف في النادي الأهلي ما يحلموش بيها. لكن الإنسان الصادق مع نفسه يدرك تماما قيمة الأهلي كما ندركها وكما يدركها عشاقه. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر في أحسن صحة وحال. النهاردة ذكرى نصر أكتوبر، زي ما بدأناها بسم الله الله أكبر، الأغنية اللي جاية ديت اللي بنختم بيها أغنية كلها أهلوية. عاش اللي قال، أولا اللي غنى عبد الحليم حافظ الأهلاوي، اللي كتب الشعر الغنائي الكبير محمد حمزة الأهلاوي، واللي لحن أيضا بليغ حمدي. لكن اتغنت مين اللي قالوا له عاش؟ اللي قال للرجال عدوا القنال
الرئيس الراحل أنور السادات رئيس شرف النادي الأهلي. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله، وعاش اللي قال.